طيب السلام عليكم، مساء الخير، كيف وعليكم حالكم؟ السلام. الليلة الورشة حتكون عن التسويق والمبيعات، هيقدم علينا أستاذ مصعب عبد الله، عنده خبرة أكثر من 8 سنوات في مجال الصناعات الخدمية والاستشارات التسويقية واسعة النطاق مع الشركات السودانية الصغيرة والمتوسطة في القطاعين التجاري والصناعي. ساهم في تصميم وتنفيذ استراتيجية التسويق والعلامة التجارية لبنك التنمية الصناعية في السودان. قام أيضا بتطوير وتنفيذ خطط وميزانيات تسويقية سنوية وقياس أداء ونتائج المبادرات التسويقية المختلفة. يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السودان العالمية ومؤهلات مهنية من المعهد المعتمد للتسويق CIM جمعية التسويق الأمريكية، وهو مدرس تسويق في جامعة فيث ليدز، حاصل على شهادة إدارة أعمال من نفس الجامعة. إن شاء الله الورشة تكون مفيدة، وممكن أستاذ مصعب تبدأ. طيب، أول حاجة شكرا لكم على المقدمة الرائعة دي. دي بالمناسبة هتخليني شوية، يعني أنتوا أخذتوا تفصيل كبير جدا عني بصورة كبيرة جدا في المقدمة. أنا ذاتي كنت حابي بس أو خدت نبذة تعريفية بسيطة بالنسبة لي، لكن ما دام خلاص أنتوا قدمتوا أو عملتوا النبذة التعريفية عني بصورة أشمل، فخلاص انا حتخطى المرحله دي طبعا عشان الزمني. طيب، السيشن ان شاء الله حيكون فيها اوت لاينز، فيها محاور، وهي الستة محاور دي حيكون موضوع السيشن كله. دي المحاور نعم، الكبيره. بس السكرين ما واضح، ورا الشير سكرين. انا هسه عامل شير سكرين الشاشه. اوكي، ما واضح عندنا، لو ممكن بس ترجع تعيده تاني. كده ظهر. طيب، لا، ما ظاهر عندي. برضو. طيب، ايوه، دقيقة أنا أشيل. ثانية، السكرين ايوه كده ظهر. كده ظهر 100%. تمام. طيب، موضوع السيشن بتاعنا أو المحاور بتاعت السيشن بتاعنا هتكون كلها في 6 حاجات، اللي هي الماركتينج ديفينيشن والنيتشرز اوف ماركتينج فانكشن، اللي هي تعريفات التسويق وطبيعة وظيفة التسويق أو كنشاط ما كوظيفة. يعني في ناس كثيرين لما نقول فانكشن بيعتبروها جوبس، هي ما جوبس، هي العبارة عن الماركتينج اكتيفيتي، يعني طبيعة نشاط التسويق. كذلك الكارير باث اوف ماركتينج، اللي هي المسارات الوظيفية لوظيفة التسويق. جوبس ليفلز ان كارير باث، اللي هي المستويات الوظيفية في المسارات الوظيفية بتاعت التسويق. وكذلك السكيلز ريشيوز اوف جوبس ليفلز، يعني المهارات او نسب المهارات المطلوبة لكل مستوى وظيفي في التسويق. واخر حاجة، دي اهم نقطة هنتكلم عنها اخيرا، اللي هي important tips of graduates، اللي هي دي نصائح من خبرتي هقدمها لكل الحضور ان شاء الله باذن الله. عايز
قبل ما أبدأ عايز أدي نصيحتين لكل الحضور الموجودين هنا. أول حاجة don't hesitate to ask questions at any time in the session، بمعنى إنه أنت ما تتردد نهائي إنك تسأل أي سؤال في اللي هي في الإطار الزمني اللي حيكون للأسئلة. في أي حاجة أنا بناقش فيها لو عندك أي سؤال فيها احتفظ بالسؤال ده لحد ما يجي وقت السؤال ونجاوبه لك. الحاجة الثانية يا ريت كل الحضور يكونوا مركزين على اللي أنا بقوله أكثر من الحاجات الموجودة في السلايد، لأنه في هنا أنا هقدم معرفة ما هقدم معلومات. المعرفة دائما بتكون من المدرب بيكون مارس أو بيكون أخذ خبرة طويلة جدا في المجال بتاع التسويق وعايز يشارك الخبرات بتاعته دي للجميع، ودي تعتبر knowledge ما تعتبر information. عشان كده أنت لو مركز في السلايدات ما هتكون استفدت حاجة من السيشن. طيب في البداية أنا داير منكم تعريف، داير بس يا ريت لو هي ممنوعة المشاركة يعني كل الحضور، ما ممكن يعني تدوا مساحة لاثنين ثلاثة كده، بس تعريف بسيط كده يدونا له للتسويق. هم ممكن يكتبوا في الشات، لكن انت اذا عايز انه نفتح المايكات بنفتحها، ما في مشكلة. الاثنين بس بالكثير كده، داير من وجهة نظرهم شايفين تعريف التسويق وشو. طيب اللي عايز يتكلم بس اكتب في الشات بوكس عشان نعمل له انميوت. تفضل يا عثمان، اعمل انميوت. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله يعافيك يا دكتور، إن شاء الله طيب، الله يديك إن شاء العافية الله عيد مبارك عليكم وربنا يصلح حال السودان كمان يا أخي. آمين يا رب العالمين. الله يعافيك. طيب يوما نحن بصورة عامة كده نتكلم عن الماركتينج أو التسويق، هو الأساس بتاعه أول حاجة أنت تعرف الشركة بتاعتك البرودكتس بتاعتها شنو بصورة عامة، عشان أنت لازم لما تتكلم عن التسويق لازم تعرف أول حاجة المنتجات بتاعتك شنو، تعرف الفئة المستهدفة شنو من المنتجات دي، عشان انت تقدر تحدد القطاع اللي انت داير تسوق عليه، وعلى اساس تقدر انه يعني تدي حاجه مفيده بالنسبه للحاجه دي، لان انت ما حد يعني المجموعه بتاعتك اللي انت محددها ما حتكون كل الفئات في المجتمع، اي قسم او اي تخصص او اي شركه تكون عندها فئه معينه من المجتمع هي دي الناس اللي هي محددهم. فبالتالي معرفه البرودكتس بتاعت الشركه، تاني حاجه معرفه الناس او الفئه، على اساس الحاجه انت بتقدر تعمل التسويق بتاعك للمنتج، واللي هو بحقق في انه زيادة المعرفة لدى العملاء، بالتالي الإقبال للعملاء على هذا المنتج، بالتالي توسيع آفاق الشركة في القطاعات بصورة عامة كده، والتسويق للمنتج نفسه يعني زيادة الريفينيو بتاعت الشركة إن شاء الله. ممتاز. طيب نشوف فرصة أخرى برضو. محمد خير الله، تفضل اعمل انميوت. طيب السلام عليكم، تحية لك أستاذ مصعب عبد الله. طيب التسويق كمفهوم أعتقد إنه هو التسويق هو نشاط اجتماعي بيهدف لتلبية الحاجات وإشباع الرغبات، ممكن نقول إنه بيهدف لانسياب السلع من مناطق الإنتاج أو من المنتج للمستهلك. ممتاز ممتاز. الحقيقة
الإجابتين كانت صحيحات، وبشكل كمان يعني أخذت محاور شوية أشمل في الماركتينج وكده. طيب ممتاز. أنا بس كنت دائما وجهة نظر بسيطة جدا، أبسط من كده في الجانب بتاع التسويق. يعني أنتوا يعني الاثنين اللي شاركوا المعلومات شاركوها بتفصيل كبير كمان، ما بتعريف بسيط. طيب ببساطة كده يا جماعة، الماركتينج هو عبارة عن إدارة العلاقات المربحة مع العميل. بمعنى في طرفين، في طرف مسوق وفي طرف مسوق له. المسوق له ده الكاستمر، والمسوق ده ممكن يكون جهة معينة، ممكن يكون بالمناسبة حتى شخص، أي شخص بيقدم قيمة للجمهور، بيقدم خدمات للجمهور، ده برضه ممكن يسوق لنفسه، زي ما نحن بنسمي البيرسونال ماركتينج اللي هو التسويق الشخصي. كان جهة أو كشخص، هو كل النشاطات اللي أنت بتبذلها عشان تشبع احتياجات الزبون وتخلي الزبون يستمر معاك في شراء المنتج أطول فترة ممكنة. دي النقطة الأساسية في الماركتينج. الماركتينج أنت بتبذل من خلاله، كان مثلا جهة معينة بتنتج منتج بيشبع احتياجات العميل أو بيرضي العميل بالسعر المناسب للعميل في المكان القريب للعميل بالشواهد المادية اللي بتبهر العميل بالناس اللي بيقدموا خدمة كاستمر سيرفيس كويسة للعميل أو بتشبع العميل. يعني كل المزيج التسويقي اللي احنا بنتكلم فيه الآن ده كله معمول عشان يشبع احتياجات العميل، صح؟ أو يرضي العميل، صح؟ لكن كونه أرضى العميل ده ما معناها خلاص أنت كده حققت هدف الماركت، أو كده معناه ده الماركت. لا، أنت بتعمل كل حاجة بتحاول بيها الأودينس أو الجمهور بتاعك اللي اشترى منك ده، لا تاني واصل معك اشتري، وثالث مرة يشتري منك، ورابع مرة يشتري منك، وخامس مرة يشتري. يعني توصلوا لمرحلة لويالتي. إذا احنا بنسميها السي ال في اللي هي كاستمر لايف تايم فاليو، معناها أطول فترة ممكن يشتري منك العميل منتجاتك دي على مر السنين. كان أنا عشان أبسط لكم الحكاية بين الفرق ما بين الماركتينج والمبيعات. المبيعات دي نشاط انا علي فقط اني اقنع العميل ده بمنتجي ده وبسعري ده، وممكن يكون في المكان المناسب بالنسبه له ما مشكله، لكن الهدف بتاعه بس انا اجذب الزبون. تاني ما عندي شغله بانه استمر معه ولا اطول فتره ممكنه ولا ما اطول فتره ممكنه. يعني انا كل مره ببحث في عميل محتمل بخليه يشتري المنتج بتاعي. علي مثلا انا دار ابيع موبايل معين، علي اقنع الزبون ده انه يشتري الموبايل ووريه انه السعر ده مناسب بالنسبه لي. اشترى مني، لا بمشي اشوف زول تاني. ده السيلز. الماركتينج لا، كون منتجك بيشبع احتياجاته ما كفايه، كون السعر بيشبع احتياجاته ده براه ما كفايه، كون المكان بيشبه احتياجاته ما كفاية. كون البروموشن بتاعك بيقدر بيستهدفه وبيقدر يأثر عليه ما كفاية. لازم المزيج التسويقي كله اللي احنا بنسميه 7 بيس، اللي هي الكاستمر، اسف، البرودكت والبرايس والبليس
والبروموشن والبيبل والبروسيس والفيزيكال ايفيدنس او الشواهد الماديه. لازم دول كلهم يرضوا العميل، كان ما ارضوا العميل ما حيستمر معك العميل، الا اذا انت براك ما في غيرك منافس يعني بمعنى الكلمه. لكن انت لو في سوق تنافسي الا السبعه ديل مع بعض، السبعه ديل مع بعض تقدر تصل بهم لمرحله بتاع الساتسفايد مع الزبون، ومع الزبون ويقدر يستمر معك لاطول فتره ممكن. يعني ببساطه الماركتينج هو النشاط اللي انت بتجذب بيه، اسف، بتجذب بيه الزبون عندك، وبتخليه بتبذل كل الانشطه اللي بتخليه شنو يستمر معاك لاطول فتره ممكن. لانه كل ما بقى افضل او كل ما الزبون معدل اللويالتي معاك بقى عالي، كل ما حاجه عندها اسمها البراند ايكويتي اللي هي القيمه السوقيه بتاعت الشركه حتزيد. هسه لاحظوا ابسط مثال، انا حديكم ليه مثال عملي، انا دائما بحب بدي بالامثله. الان من الشركات اللي عندها قيمه كبيره في السوق شركه ابل، صح؟ ليه شركه ابل اكثر القيمه؟ لو جيت لي حجم مبيعاتها ممكن مبيعاتها دي ما تفوت ال 300 مليون او 300 مليار مثلا، لكن لو جيت لي قيمتها السوقيه ممكن تلقاها 3 تريليون قيمتها السوقيه في السوق. ليه؟ هي صنعت المنتج، وزعت المنتج، وعملت كل النشاطات التسويقيه، وجابت المبيعات ما فاتت ال 300 مليار، لكن قيمتها في السوق 3 مليون 3 تريليون. ليه؟ ليه؟ لانه السبب الرئيسي انه منتجات ابل فيها درجه بتاعت ولاء عالي جدا. وابسط مثال على كده، الان يستحيل زول شايل الايفون يقدر يغير بسهوله الايفون ده ويمشي لتليفون تاني، لكن ممكن عادي من سامسونج او من اي تليفون تاني انا اخليه وامشي اشتري ابل. والكلام ده احنا ملاحظين الدرجه بتاعت الولاء لمنتجات ابل عاليه جدا، اي زول بيشتري منتجاتها دي تلقاه بالعكس كمان مستمر في انه يشتري في منتجات المتنوعه، من ابل تليفون مثلا ايفون لايباد لايبود الى اخره. عشان كده كل ما كانت درجه الولاء عاليه معناها النمو بتاع الشركه حيكون عالي. النمو ده واحد من المؤشرات الرئيسيه في البورصه بيقيسوا بها الاسهم. كل ما كانت درجه النمو متوقع ان مستقبلا تكون زايده، طوال سعر السهم بيرتفع في اللحظه، لانه دي شركه انت بتكون طالما هي محافظه ولا تزال محافظه على الدرجه بتاعت اللويالتي بتاعتها، معناها مستقبلا معدل النمو بتاعها حيكون انت ماشي مطمئن. لكن انت لو عندك عملاء بيشتروا منك، عميل يشتري منك وتاني يخليك يمشي يشوف المنتجات منافسك وتاني يجي راجع لك، انت هنا ما حتحقق. انت كل مره بالعكس هنا انت حتبذل مجهود بتاع السيلينج عالي جدا عشان تقدر تعوض. لكن كل ما كان في الدرجه بتاعت اللويالتي عاليه عندك، مجهودات السيلز ما بتكون عاليه، بتكون المجهودات بتاعت البروموشن العاليه بس، يعني مجهود بتاع الترويج، لكن مجهود بتاع السيلز ما بكون عالي الا في در في في حاله انت عملائك متذبذبين، عملائك انت ما عندك درجه ولاء عالي لمنتجاتك او لخدماتك اللي انت بتقدمها. طيب نجي عشان ناخذ الكلام ده بشكل يعني انا هنا بس اديتكم الفكره بشكل مبسط، نجي عشان ناخذ الكلام ده بشكل اعمق نشوف اللي بعدين.
طيب هنا هنتكلم عن طبيعة الفانكشن، والفانكشن هنا مقصود بها شو؟ مقصود بها الاكتيفيتي بتاعت التسويق او النشاط بتاع التسويق. طيب الفانكشن بتاعت التسويق، شوف التعريف بتاعها شنو؟ اللي هو الماركتنج فانكشن، the process and activities used to create and deliver value to customer and manage profitable customer relationship that benefit organization and its stakeholders. يعني هي كل النشاطات اللي بتبذل الشركة عشان تنتج بيها منتج أو خدمة أو قيمة للكاستمر عشان تشبع احتياجاته، ومع ذلك تدير العلاقات المربحة الممكن تفيد بها المنظمة وتفيد بها الستيك هولدر. يعني كل النشاطات، ده الكلام اللي اتكلمنا عنه في شرح الماركتنج ديفينيشن. اي نشاطات بتقوم بها الشركه عشان تقدم بها منتج عنده قيمه للزبون وتدير معاه علاقات مستمره، لانه العلاقات المستمره دي بتجيب فائده للمنظمه، فائده للستيك هولدر. الستيك هولدر اللي هم ديل اصحاب المصلحه مع الشركه كله، من ديستريبيوتر اللي هو موزع، من سبلاير، من كده كله، من الشركه اصبح وجوده في السوق ماشي في نمو، كل ما هم ذاتهم مطالب هتزيد مع الشركه. السبلاير كل مره هيورد لها اكثر، الديستريبيوتر كل مره هي طالما هتتوزع او هتستمر في الجانب بتاع التوزيع، معناها كل الديستريبيوتر بالعكس نشاطهم هيتوسع، كانت بتجيب لهم منتجات بكمية معينة، المرة الجاية هيزيد، بالتالي مبيعاتهم ذاتها هتزيد، صح؟ وكذلك أصحاب المصلحة التانيين، إذا كانوا الموظفين المدراء ديل، فأكيد استمرار الموظف، استمرار الشركة ونجاحها برضه هيجيب لهم، هيخليهم اسم شنو؟ بياخدوا رواتب كويسة، بياخدوا مرتبات كويسة، بياخدوا حوافز كويسة، بيبذلوا نشاطات ومجهودات مغدرة، الحاجات دي كلها فيها فوائد لكل الستيك هولدرز الموجودين. طيب اما هنا الماركتنج جوبس، طبعا اي زول بتقول له الماركتنج جوبس بيعتبرها الماركتنج فانكشن اللي هي الماركتنج اكتيفيتي. لا، الماركتنج اكتيفيتي عكس الماركتنج جوبس. الماركتنج جوبس دي معناها كل البوزيشن او كل المناصب ضمن الشركة دقيقة بس انا اعمل اديت سكرين. ايوه، هي كل المناصب او الادوار ضمن المنظمه المسؤوله عن تنفيذ النشاطات ضمن الماركتنج فانكشن. يعني اي منصب، اي منصب في المؤسسه هو مسؤول عن تنفيذ نشاطات معينه ضمن الماركتنج فانكشن بذاته. كيف الكلام ده؟ طيب الكلام ده بصورة بسيطة، الماركتنج فانكشن احنا قلنا كل النشاطات اللي بتهدف لانه تعمل كرييت وتعمل ديليفري للفاليو للكاستمرز وتدير علاقات علاقات مربحة مع الزبون اللي بتفيد المنظمة. طيب هل النشاط ده، كسؤال، هل النشاط بتاع الماركتنج فانكشن بيقدر عليه قسم هل الماركتنج فانكشن دي؟ يعني في ناس كتيرين بيقول لك الماركتنج اكتيفيتي دي بتاعت الماركتنج ديبارتمنت او قسم التسويق، هل قسم التسويق بيقدر على الحاجات دي؟ ممكن بس لو اخذت واحده من الاجابات بتاعتهم، يعني لو سمحتوا لي بس بيرد على اللي انا قلته ده، عايز اسمع منهم اجابه للسؤال ده، هل
التعريف اللي احنا بنتكلم عنه ده البروسيس ولا اكتيفيتيز المستخدمة لأنه تقدم قيمة للكاستمر وتدير علاقات مربحة مع الزبون. دي مسؤولية إدارة التسويق ولا لا؟ ممكن بس أدي إن شاء الله مشاركة لنفر واحد، ما مشكلة. تمام، أيوه اللي حابب يتكلم ممكن يرفع يده في الشات. في علا ردت على الشات قالت وظيفة الشركة ككل تعمل بشكل متكامل لتحقيق الهدف. ده رد علا. درد علم وإجابتها أيوه. ممتازة بإكسلنت بنسبة 200%، ما 100%. دي الإجابة الصحيحة. الماركتينج فانكشن كونك إنك أنت تبذل أي نشاطات عشان تلبي باحتياجات الزبون وتدير علاقات مربحة معه، دي ما مسؤولية إدارة التسويق أبدا، دي مسؤولية الشركة ككل من مدير التنفيذي لموظفين التاني بكل ادارات. لكن الماركتنج جوبس ممكن تكون مسؤوليه اداره التسويق وممكن تكون مسؤوليه اي بوزيشن ضمن الماركتنج فانكشن او عشان يحقق في النهايه الهدف بتاع الماركتنج فانكشن او الاهداف بتاعت الماركتنج فانكشن. بمعنى اديكم مثال بسيط على ذلك. نحن عندنا شركه فيها اداره تسويق. اداره التسويق دي ما بتكون بكل النشاطات دي كلها، اكيد عندها وصف وظيفي من ضمنه ممكن يكون البروموشن الترويج للشركه، صح؟ تكون بعد ذاك بحسب اقسامك جوا بغض النظر عن اقسام الموجوده جوا، قسم بتاع علاقات عامه، قسم بتاع كامبين، قسم بتاع حاجات كثيره جدا. طيب المسؤوليات دي البديره مدير التسويق ده هي جزء من الماركتنج فانكشن، والوظيفه بتاعته كمدير تسويق هي جزء من الماركتنج فانكشن، لكن هو ما داير الماركتنج فانكشن. كذلك ما هو بس في قسم برضه ممكن تلقى غير قسم التسويق، في قسم اسمه قسم السيلز دوره انه يجذب العملاء، ودوره انه مرات يعمل تريدنج ماركتنج، ودوره انه يوزع المنتجات، ودوره حاجات كثيره جدا. دي برضه وظيفه ضمن الماركتنج جوبس وهي ضمن الماركتنج فانكشن. يعني هي من ضمن وظائف التسويق ضمن نشاط التسويق. وبالمناسبه في بعض الشركات، انا اديكم امثله سودانيه عشان ما نمشي بعيد، شركه صافولا اكيد الناس كلها عارفينها، اللي هي بتنتج منتجات بتاعت الزيوت المعروفه زيت شمس وزيت الطيب والى اخره. الشركه دي ما عندها اداره بتاعت التسويق، ما في حاجه اسمها هناك دولة. يعني انا مشيت خشيت جوه ما عندهم، هنا عندهم قسم بتاع التسويق، عندهم قسم اسمه براند ديبارتمنت اللي هي قسم العلامه التجاريه، وده المسؤول عن البراندنج جوه. عنده مهام معينه، منها خاصه بالبروموشن، منها خاصه بالجانب بتاع البراندنج، حاجات كثيره جدا. ودي برضه ضمن الماركتنج جوبس او من الماركتنج جوبس ضمن الماركتنج فانكشن او ضمن نشاط التسويق ككل. وما بالك ممكن تلقى اداره بتاعت برودكت مانجمنت ديبارتمنت، دي الاداره اللي بتقوم بتطوير المنتجات، عندها برضه وظائف معينه ودي هي ضمن الماركتنج جوبس او من الماركتنج جوبس ضمن الماركتنج فانكشن الكبير. أظن كده الحكاية وضحت لكم، عشان كده الناس ما تهتم بصورة كبيرة بأنه دي إدارة تسويق شاملة، كنت ما في حاجة زي، مهما كان اسم الإدارة هي طالما بتقوم بنشاطات هي ضمن الماركتينج فانكشن هي تعد من ضمن الماركتينج بس ومن ضمن إدارة التسويق. عشان كده أنت كموظف
ما بالضروري انك الا تشتغل في اداره التسويق، ممكن تشتغل في اداره بتاعت كاستمر سيرفيس، هي من ضمن الماركتنج فانكشن كده. وضحت لكم الفكره؟ ممكن تشتغل ضمن السيرفيس، انت برضو ضمن الماركتنج، ممكن تشتغل بتاع كاستمر سيرفيس ضمن الماركتنج، كاستمر ريسبونسابيلتي ضمن الماركتنج، وهذا ممكن تشتغل في قسم البراند او اداره اسم البراند برضه ضمن الماركتنج، لانه التسويق ده كنشاط بدا ما في حاجه اسمها اداره واحده تشيل حاجه مسؤوليات بدنيه، لا دي بتشيل مجموعه من ادارات ضمن الإدارة. مجموعه من الادارات اللي بتنفذ الماركتنج فانكشن، ادارات حسب طبعا هيكل الشركه، حسب النشاط بتاع الشركه، اي شركه من شركه بتختلف، لكن انا اقدر اوصل لك الفكره بتاعت انه ما انت كزول موظف الا تكون شغال في موظف بتاع تسويق، كزول بتاع تسويق ممكن خبرتك تكون في السيلز، هي ضمن الماركتنج، ممكن تكون في البرودكت ديفلوبمنت، ممكن تكون بالمناسبه في ادارات الان في الخليج، الان الديجيتال ماركتنج ده اصبح ادارات، في شركات كثيره عندها اداره اسمها ديجيتال ماركتنج ديبارتمنت، وهي ضمن الماركتنج، فانت طالما جزء او في اداره نشاطاتها بتمثل جزء من الماركتنج فانكشن، انت زول بتاع تسويق مباشر، ده اختصار النيتشر بشكل مبسط وبسيط. طيب انا هنا انا شايف في تعليق، كان معلش بس عشان ما اكون ممكن توريني التعليق التعليق لسه قبل شويه رد ده، بس عشان ما اكون اتخطيت زول ما رديت عليه. هي دي أسئلة أكثر من ايوه إنها تعليقات، فنحن الأسئلة كلها حنجمعها ونخليها في آخر السيشن. دي أسئلة؟ لا لا ما مشكلة، أي أسئلة؟ خلاص أسئلة ما مشكلة. طيب هنا ال who is responsibility about marketing function، وده السؤال الجاوب عليه في التعولة، المسؤولية بتاعت الماركتينج فانكشن هي مسؤولية الإدارة ككل، ابتداء من جانب الاستراتيجي الخاص بالإدارة العليا إلى كل الوظائف ضمن المؤسسة، هي جزء من الماركتينج فانكشن، ما بس الأجسام اللي هي معروفة عندنا اللي هي بتمثل جزء من نشاط التسويق، زي ما قلنا هسه السيلز اسم شنو والبرودكت ديفلوبمنت والبراند والى اخره، وحتى البراند البيزنس ديفلوبمنت والى اخره، المسؤولية هي مسؤولية إدارة عليا من رؤية الاستراتيجية، لأنه الماركتينج عنده أهداف استراتيجية، عنده أهداف بتحاول تأثر على الشركة بعد 5 سنة 6 سنة، هي حتكون وين؟ كلام زي ده إدارات تكتيكية ما عندها دور أساسي فيه، او اقسام تكتيكيه، يعني مثلا زي اداره التسويق، دي ادارات بتقوم بمهام تكتيكيه سنه سنتين كده كده كده، لكن لا توجه توجه الشركه استراتيجيا بيبدا من في الماركتنج، بيبدا من الاداره العليا، ثم بعد ذلك التنفيذ من خلال الادارات بتاعت الاقسام، ومع انه في ادارات يسموها الادارات الاستراتيجيه وهي ضمن الماركتنج فانكشن بالمناسبه برضه، مثلا زي اداره اسمها دي ادارات استراتيجيه، زي مثلا الاداره بتاعه البيزنس، ده مجال احتمال سمعتوا بيها دول اسمه البيزنس ديفلوبمنت، تطوير الاعمال،
تطوير الاعمال هو ده جزء من الماركتنج فانكشن، بتكون علاقته الرئيسيه مع الاداره العليا بشكل مباشر، وتنفيذه من قبل الادارات التنفيذيه اللي هي الادارات بتاعت المؤسسه او بتاعت الاداره المنظمه. طيب ده مهامه شنو البيزنس ديفلوبمنت ده ببساطه؟ دوره الحقيقي انه يبحث عن فرص النمو الاستراتيجيه للشركه. انا الشركه دي عشان انا مبيعاتي تزيد من كده ليه كده، او عشان انقل من الخساره اللي انا موجود فيها دي للربح ليه كده، انا مطالب اعمل شيء، لازم ابحث عن فرص في السوق. كان الفرص دي خاصه بتطوير منتجات، كان الفرص دي خاصه بتوسع في السوق، كان الفرص دي خاصه بدايفرسيفيكيشن، كان الفرص دي خاصه بشراكه مع جهات تحالفات خارجية، أي حاجة، أي فرصة ممكن استراتيجيا تأثر علي أنا، تحدد لي هدف استراتيجي. ده مسؤول عنه إدارة اسمها إدارة تطوير الأعمال. كذلك في إدارة اسمها إدارة البراند مانجمنت، أو آسف إدارة العلامة التجارية. ودي إدارة برضه بيكون صلتها الرئيسية مع المدير العام. هدفها الرئيسي انها تطور هدفها الرئيسي انها تطور العلامه التجاريه من لا شيء تبقى عندها شيء، عندها وزن، عندها قيمه. وبالتالي ده موضوع استراتيجي، ما في حاجه اسمها بناء علامه تجاريه بين الليله وبكره. في فرق ما بين مصعب ده يعمل له شركه بعلامه تجاريه وتكون معروفه بس زول ده الشركه بتعمل كده، ولا في فرق بانه مصعب ده اسس لي شركه والشركه دي بقت عندها وزن في السوق، وبقت عندها قيمه في السوق، وبقت عندها لويالتي عالي في السوق، وبقت عندها ماركت شير في السوق. دي القيمه اللي احنا بنتكلم عنها، صح؟ العلامه دي، النشاطات دي ما نشاطات بين الليل وبكره، دي نشاطات بتاخد زمن، بتكون دايما ممثله في شكل رؤيه عايز يحدد الشركه عشان تتنقل من حتتها لحتتها، لانه بعد ما يبقى عندها وزن هتكون قياديه، هيكون عندها شنو؟ هيكون شنو؟ ايراداتها انتقلت لناحيه ثانيه، حصتها السوقيه انتقلت لحته ثانيه، استثمارات تزيد، فرصة بتاعت الاستثمار حزيد، تبقى مجرد ما بقيت عندك قيمة طوال الناس هتمشي تستثمر عندك، صح؟ زي ما شايفين في البورصة. وده كله نشاط براند مانجمنت، أو بما يسمى بمعنى آخر براندنج، بناء العلامة. هنتكلم عن الكارير باس اوف ماركت اللي هي المسارات الوظيفيه في الماركتنج جوبس، او في الماركتنج هنا جوبس مش فانكشن، ماركتنج جوبس. طيب عموما الماركتنج هو علم دايناميك، الناس لازم تعرف الحاجه دي. دايناميك معناه علم متغير، ما علم ثابت. يعني مثلا المحاسبه دي احنا من ما قلنا لليله سواء ثوابت معروفة بتتعمل كيف، وظائفها معروفة ومحددة وكله واضح، إلا مثلا تجي تكنولوجيا معينة بس تنقل الحاجات التقليدية اللي كانت بيمارسوها لحاجة إلكترونية، لكن نفس النشاط، صح؟ ديبت كريدت، كريدت ديبت، حاجات معروفة، ثوابت معروفة وموضوعة وما حتتغير، الا بس حاجه الكترونيه تحل محل البشر، غير كده ما فيش. لكن الماركتينج لا، الماركتينج ده كله 3 سنين اظن في تحولات ثقيله جدا، ممكن الوظيفه ذاته بعد 3 سنين تلقاها ما في الوظيفه نفسها. يعني هسه الان الببليك ريليشن اللي هي العلاقات العامه اصبحت عندها اسم جديد، عندها نشاطات مختلفه اسمها الكوميونتي ديبارتمنت، اداره المجتمع. نشاطاتها بقت مختلفة.
شايفين برأيكم الديجيتال ماركتينج خشة في الألفيات دي وعمل نقلية كبيرة جدا في الجانب بتاع البروموشن والجانب التقليدي ده ماشي مع قدام مستقبلا احتمال الأدوات التقليدية ذاتها تنحدر. الآن خش الذكاء الاصطناعي كمان هيخش في الوظائف، هيخش في حاجات كثيرة في الماركتينج. هتصبح مثلا الجرافيك ديزاينر ده مستقبلا الله اعلم في مهام كثيره في الوظائف ضمن الماركتنج جوبس هيحصل لها تغيير كبير جدا واحتمال يتغير اسمها زاد. ليه؟ لانه التسويق الماكرو انفايرمنت بتاعته هي دايناميك بيئه متغيره، تطورات تكنولوجية كبيرة جدا ممكن تأثر السوق ذاته، تحولات وتغيرات والأنماط بتاعت الشراء بتاعت الكاستمر والتكنولوجيا اللي دخلت في أو أثرت على الزبون بشكل كبير جدا. يعني زي مثلا هسه الذكاء الاصطناعي والإي كوميرس، هسه لو ملاحظين ومشيتوا برا مثلا زي الإمارات بقول نازل ما بيشتري، زمان كان الواحد بينزل تحت بيشتري من الدكان، الان معظمهم بيشتروا من الاي كوميرس، من الشغل، من المواقع بتاعت السوق. صح؟ التكنولوجيا اثرت ولا ما اثرت؟ طبعا ما كل النشاطات، لكن انا بتكلم لك في تاثير حصل كبير جدا بالذات في الموضوع بتاع الريتيل او التجزئه. وبالتالي بقوا حتى الدكاكين والشركات والحاجات دي بقت عندها اسواق الكترونيه. هي زاد عندها اسواق الكترونيه بغض بجنو بجانب الاول المتاجر بتاعت السوبر ماركت الموجوده كل الحاجات دي. ليه؟ عشان تتماشى مع شنو؟ مع التحولات والتغيرات. لكن عموما انا حسب الخبره بتاعتي، حسب اللي انا الابحاث اللي عملتها في الجانب بتاع كارير باز ده، لقيت التدرجات الوظيفيه مش في جانب التسويق، في اي جانب ما بتفوت الا الاربعه دي او ما تتخطى الاربعه دي بغض النظر عن مسمياتها. عندك اربع تدرجات وظيفيه تبدا من تحت لفوق، كان في الماركتينج او كان في الوظائف بتاعت الماركتينج او في اي وظائف بتاعت أقسام دايناميك ما ستاتيك. طيب نيجي نشوفها واحدة واحدة. طيب تحت عندكم حاجة اسمها الماركتنج سبيشالست، فوق في حاجة اسمها التيم ليدر أو السوبرفايزر. طبعا الماركتنج سبيشالست دي مرات عندها مسميات تانية، مرات بيسموها الماركتنج اسيستنت. يعني لو مشيت بس في دال بتلقوا بدل ماركتنج سبيشالست عندها مسمى تاني اسمه ماركتنج اسيستنت. في ناس مرات بيسموه الماركتنج كوردينيتور. دي كلها نفس الانطباع او نفس الدرجه، نهاية هي نفس الدرجه الدنيا او ادنى درجه للماركتنج او ادنى مسار وظيفي او تدرج وظيفي للماركتنج. طيب فوقه بيكون في حاجه اسمها التيم ليدر او السوبرفايزر المشرف او التيم ليدر. فوقه بيكون في حاجه اسمها المانجر وده المدير. فوقه في حاجه اسمها الدايركتور، في ناس بيسموه ليدر. طيب السبيشالست ده او الاسيستنت او الكوردينيتور ده زول متخصص في حاجه معينه او في تأدية مهام معينه وعنده مهارات في المهام دي. المهارات دي يا اما تكون مكتسبه، يعني يا اما الشركه دربته عليها عشان يشتغلها، او اصلا هو عنده بيها خبره. ما في مشكله، ممكن يكون عامل عنده بيها خبره. لكن ما عنده اي مهارات اشرافيه، ما عنده اي مهارات قياديه، ما عنده اي حاجه، بس عليه يقولوا له اعمل كده بيعمل كده. سوي كده اعمل كده. ده الماركتنج. التيم ليدر ده الزول اللي بيكون غايد الماركتنج سبيشالست او اسيستنت او كوردينيتور، مجموعه من الماركتنج سبيشالست.
ما تكون كبيرة، تكون صغيرة. طيب الزول القائد ده بيكون زول فاهم مجاله او متخصص سبيشالست في الحاجه اللي هو قائدها دي، بالاضافه لشنو؟ بالاضافه لانه عنده مهارات تمثل 40%، عنده سوفت سكيلز. لانه انت لما تيجي تقود دي ما بتحل لك حاجه اسمها انك فاهم في الماركتينج او فاهم في المجال اللي انت بتعرفه، لا، لازم يكون عندك مهارات بتاعت كوميونيكيشن عشان تقدر تتواصل مع الناس دي. لازم يكون عندك مهارات بتاعت تيم ليدنج، صح؟ لازم يكون عندك مهارات بتاعت تفاوض، صح؟ هي دي كلها السوفت سكيلز اللازمه لانك انت تدير وتشرف على ناس. لازم تكون عقليتك، عقليتك الاداريه، عندك عقليه اداريه. مثلا بتشمل التعاون، بتشمل اللي احنا بنسميه الايموشنال انتليجنس، اللي هو اي مشاكل حصلت ما بينهم انت تقدر تحلها كيف؟ بدون اي تاذي زول او تجيف مع زول. دي كل المهام دي اذا ما عندك منها هسه انت ما حتقدر تعمل لك تيم ليدنج. حتكون بس مجرد زول بس بتعصب في الناس، اعمل كده اسوي كده، لكن ما بزول تيم ليدنج قائد. وكلمة ليدر دي ما حاجة سهلة. فده زول بيكون قائد لمجموعة من شنو من السبيشالست. طيب انا اديكم مثال على الحاجة دي بسيطة. انا ممكن يكون عندي زول ضمن المؤسسة او ضمن القسم بتاع التسويق، مثلا زول تيم ليدر خاص بالكامبين، انا اسميه كامبين تيم ليدر، اللي هو قائد الفريق بتاع الكامبين، صح؟ طيب الزول ده قائد لمجموعه من السبيشالست. الناس اللي جوه في الكامبين ديل ممكن يكون منهم واحد متخصص بتاع جرافيك ديزاينر، واحد متخصص بتاع شنو؟ بتاع كونتنت، واحد متخصص بتاع اداره سوشيال ميديا، وواحد متخصص ميديا باير. ميديا باير ده اللي هو اللي بيأجر الشانلز بتاعت الادفرتايزنج سواء المدفوعه او المجانيه. وديل اي واحد متخصص في حاجه معينه انا دايره عشان اقدر اعمل حملات او اقود حملات بطريقه كويسه. فبالتالي انا ديل كله المرتبطين مع بعض عشان يجي عشان نقدر ننفذ بيها حمله كويسه. انا هقودهم، هشرف عليهم عشان نقدر في النهايه اقود نجاح الحملات بتاعتي، صح؟ طيب فوق ده في حاجه اسمها المانجر، صح؟ المانجر ده اللي هو المدير. طيب المدير ده شو؟ ده مدير بيقود مجموعه من التيم ليدر. وانت كانك كده المانجر بيدير مجموعه من التيم ليدر، التيم ليدر بيكون مجموعه من السبيشالست، صح؟ المانجر بيدير مجموعه من التيم ليدر. وخد ملاحظه في حاجه زي دي، لازم اسمع كلامي ده كويس. اذا الشركه هي عباره عن جروب عنده شركات كثيره مرتبطه ببعض، مرتبطه ببعض دي بيكون عندها حاجه اسمها الدايركتور. يعني الدايركتور تحته مانجر. اما لو الشركه واحده بس، يعني مثلا الناس داير لي بنك، ده ما جروب، بنك واحد، صح؟ فيه اداره بتاعت التسويق، صح؟ الاداره بتاعت التسويق دي فيها مانجر بس، ما في حاجه اسمها دايركتور. فيها مانجر، المانجر ده تحته تيم ليدر، التيم ليدر دي تحته سبيشالست. يعني مدير تسويق مرات هم ذاتهم بيسموه هيد اوف ماركتنج ديبارتمنت، نفس الاسم، تحته تيم ليدر، وتحت التيم ليدر سبيشالست. يعني هنا المدير بيدير شنو؟ بيدير اداره بتاع التسويق. ده في حال انه الشركه شنو؟ حال انه الشركه
هي ما جروب، شو شركة، هي مجموعة شركة واحدة بس. طيب ناخذ مثال لحاجة زي دي. أنا طبعا هديكم مثال عملي للحاجة دي لأنه في صور للحاجة دي ذاتها أنا واضعها. يعني عموما أنتوا فهمتوا المانجر، المانجر هو بيدير مجموعة من التيم ليدر. بيدير مجموعة من التيم ليدر تحت إدارة كاملة اسمها ديبارتمنت، في حال إنه الشركة ما جروب. أما في حال الشركة جروب بيكون في دايركتور فوق المانجر، والمانجر ما يكون داير ديبارتمنت، يكون داير حاجه اسمها ديفيجن. يعني الديبارتمنت بيكون داير انه الدايركتور. الكلام ده انا طبعا كله حوريكم اللي هو الصور، يعني ما تشيلوا اي هم الحاجه دي لو ما فهمت. دايركتور ده في حال انه شركه كامله، مثلا زي ده الجروب او ده الغذائيه اللي فيها مجموعه من الشركات، شركه الكولا، شركه ما اعرف كابو، شركه ما اعرف سيجا، شركات كثيره جدا عندها دايركتور واحد بتاع ماركتينج. بتاع الماركتينج ده بيدير اداره بتاع التسويق كامله فيها مجموعه من المدراء. المجموعه من المدراء ديل يكون اي زول عنده ديفيجن، الديفيجن دي جواها تيم ليدر، تحت التيم ليدر في شنو؟ ماركتنج سبيشالست. طيب هنشوف الكلام ده بشكل عملي قدامي بعد شوية. طيب في مستويات وظيفية للتدريجات الوظيفية دي اللي هي من الماركتنج سبيشالست والتيم ليدر والمانجر والدايركتور. طيب الماركتنج سبيشالست ده بسموه المستوى الجونيور، اللي هي احنا مش زي المستوى المبتدئ في التسويق. في ناس بيسموه المستوى الاوبريشن برضه. اما مستوى التيم ليدر والسوبرفايزر ده المستوى الاشرافي او بيسموه الميد ليفل، المستوى المتوسط في الماركت. ده بالنسبه لوظائف الماركت. اما المانجر لما انت تكون وصلت مرحله بتاعت مانجر ودايركتور ده المستوى السينيور، ده اعلى المستويات بتاع الخبرات. وده عنده بالمناسبه حتى في بعض الزمالات عنده مستوى قيادي اسمه ليفل 7، لو سمعت بال سي اي ام ليفل 7 ده اسمه المستوى القيادي. ده مؤسس، ده مخصص للناس اللي وصلوا المراحل السينيور. نجي نشوف شرحهم واحدة واحدة. طيب المستوى السينير ده يكون من 8 ل 15 سنة. يعني أنت عشان تكون مانجر أو مدير لابد أنك تكون عندك خبرة من 8 ل 15 سنة في التسويق، ولا بد يكون عندك شنو؟ مهارات وخبرات إدارية، لأنه الزول ده ما حيجيبوه مدير سنة، صح؟ يعني أنا هسه عشان يجيبوني دايركتور لازم يكون جزء من خبرتي 15 سنة دي يكون فيها جزء، اللي هي من 8 ل 15 سنة لازم يكون فيها جزء في الماركتينج مانجر. أنا كنت ماركتينج مانجر في شركة من الشركات من 3 4 سنة على أقل تقدير. المهم أنت مارست خبرة بتاعت مدن أو خبرات إدارية كانت عندك. وأنت لو كنت مانجر برضه لازم يكون عندك خبرات بتاعت تيم ليدر. يعني من ضمن كل، نفترض أنت عندك 8 سنوات لازم يكون من الثمانية سنوات دي عندك 3 4 سنة واكثر خبرات في تيم ليدنج، لانه انا هجيبك مدير كيف اذا ما انت كنت مشرف وقائد لتيم؟ انت هتدير تيم كيف؟ انت كمانجر هتدير مجموعه من الاتيام،
مش 200 واحد، حتدير مجموعه من الابيات، صحيح؟ طيب اما في المستوى المتوسط دايما بتكون من 8 ل 4 سنين، من 4 ل 8 سنوات في الماركتنج او وظائف الماركتنج كلها. انا لما اقول ماركتنج مش معناه انت اشتغلت في وظيفه اسمها ماركتنج، لا، كل وظائف الماركتنج مطلوبه، كان سيلز، كان كل الوظائف، كان براند، كان غيره. المهم كلها ماركتنج فانكشن او كلها جوبس ضمن الماركتنج فانكشن نحن تكلمنا عنها. طيب دي هنا انت بتكون عندك خبرات كبيره في الماركتنج، خبرات اوبريشنال من 4 ل 8 سنوات، مع انه يكون عندك خبرات قياديه او نحن بنسميها مهارات سوفت سكيلز. او اذا انت اصلا كنت تيم ليدر في شركه ثانيه، ده طبعا حتكون ريحته وراحه شديده. يعني مثلا من 4 ل 8 سنوات كان عندك 7 فيها خبرات اوبريشن، لكن سنه واحده كنت تيم ليدر، طوالي حيشيلك. انت قبل كده كنت تيم ليدر، صح؟ لكن لو نفترض انك ما عندك كان خبره في التيم ليدر، لازم هم بعدين في المعاينه هيجي يكتشفوا انت فعليا عندك سوفت سكيلز ولا لا، بتعرف مهارات الكوميونيكيشن عاليه عندك ولا ما عندك، ثقافتك في القياده كيف، ممكن يختبروك بسيناريوهات عشان انك انت تدير تيم، يختبروك في تعاملك وسلوكياتك وكده، لان السوفت سكيلز دي كلها المهارات السلوكيه اللي بتؤدي للقياده. لقوه كويس طوال شيء، لكن من 4 سنة ل 8 سنة دي السنوات المحددة، المطار الزمني المحدد لأنك أنت تكون في الميدل ليفل. يعني حتى في الوظيفة لما نيجي يكونوا دايرين هتلقاها في الإطار ده، الوظيفة بتاعت التيم ليد. أما الجونيور، الوظائف الجونيور كلها بتكون من 0 لحد 4، مرات ما تكون بالضرورة ذاته أنك تكون في عندك خبرة، مرات ما تكون إذا الشركة عندها هو في التدريب. في ناس كثيرين مثلا انا هسه ممكن يشيلوني كزول بس بتاع دافع في التسويق، لكن مثلا هم عايزيني بعدين سبيشالست بتاع اداره السوشيال ميديا، ممكن يدخلوني كورس شهرين 3 شهور عملي افهم الحاجه دي واخش عادي جدا. هسه برا في الخليج عادي الكلام، لكن في بعض الحاجات طبعا يستحيل انك انت في كورس انه يعمل لك. يعني مثلا زي الوظائف بتاعت الجرافيك ديزاينر دي لازم تكون انت متخصص وعندك خبرات فيها، وعندك ما في حاجه اسمها شهر وشهرين ولا 3 شهور حتحلك. لكن في بعض الوظائف ممكن عادي عادي جدا بيدربوك وخلال شهور بتخش عادي جدا، زي ما شايفين في دار عندهم برنامج بتاع خريجين، في ناس في الماركتنج كتيرين بيخشوا من لا شيء بعد ما يتموا البرامج بتاعتهم التدريب. عموما ده من 0 ل 4 سنوات، اكثر من 4 سنوات انت مضيع في الاوبريشنال، انت بتضيع في زمنك سنه، معناه انت ما وصلت للنتيجه او ما طورت نفسك بالطريقه المناسبه. طيب هنيجي ده الكلام اللي احنا قبالك قلناه بشكل عملي، هنوريك ليه وعادي العمل دي دار الغذائيه. دار الغذائية طبعا فيها مجموعة من الشركات، صح؟ ركزوا معايا، معلش الصوت ده رجعت تحت كده شوية. أيوه، دار الغذائية دي عندها في المنطقة الصناعية بحري، وربنا يرجع الخرطوم زي ما كانت، عندهم الرئاسة بتاعت الجروب فيها قسم التسويق أو إدارة التسويق بتاعت الدار الغذائيه كلها، عندهم ماركتنج دايركتور. طبعا انا قلت لك الماركتنج دايركتور بيكون دايما للشركات اللي عندها كم شركه او دايره كم شركه. هسه الدار الغذائيه دايره كم شركه؟ الدار الغذائيه ما عندها شركه واحده، عندها كم شركه دايره مرتبطه بالفود طبعا. هي لازم تكون مرتبطه ببعض زي الدار الهندسيه، زي غيره من الشركات يعني الجروب.
تحتها تحت الماركتنج دايركتور في مجموعه من الديفيجن، اي واحده فيها مدير. الريتيل ماركتنج مانجر، وده المدير الخاص بالتسويق البي تو سي، اللي هي المنتجات الاسريه، احنا بنسميها المنتجات الاسريه، اللي هي المنتجات زي الدقيق بتاع سيجا، زي الكولا، وزي كده وكده. البراند مانجر، وده المدير الخاص بالعلامه التجاريه والبراندنج وكده وكده والكوميونيكيشن والى اخره. عندهم الماركتنج ريسيرش، وده اي ده المدير، او دي ديفيجن برضه خاص فيها مدير بتاع ماركتنج ريسيرش، يقوم بكل عمليات الماركتنج ريسيرش في السوق، يشوف الاحتياجات لانه لتطوير منتجات او لتطوير المنتجات او لاكتشاف فرص في السوق او لدخول بمنتجات جديده او لحساب مبيعات معينه او الى اخره. كل النشاطات بتاعت الماركت ريسيرش المتاحه ممكن يعملها في الديفيجن بتاعه. في حاجه اسمها الكوميرشال ماركتنج مانجر، وده المدير بتاع البي تو بي ما البي تو سي. وده لو ملاحظين انه ده دايره بي تو سي وبي تو بي. بي تو بي دي المنتجات اللي بتمشي للجهات او للشركات. يعني مثلا اديكم مثال بسيط، في دقيق بتاع افران، الافران دي جهه، الافران دي ما عباره عن اسره صح؟ الافران دي بيعتبروها جهه. هم هسيجا بيوزعوا لها شنو؟ بيوزعوا لها الدقيق، دي تعتبر جهه، دي عندها مدير مسؤول ليها عن الحاجات دي، انه يوزع لها المنتج ده واللي يلبي حوجتهم وبالسعر الدايرينه في المكان اللي عايزينه في الافران في الولايات كلها والى اخره. كل الكلام ده خاص به مدير براء. وكذلك في منتجات بتمشي للبي تو بي، يعني مثلا هسه انتم ملاحظين مثلا الكوكاكولا، الكوكاكولا دي ما بس قاعد تمشي للاسر، يعني انتم ما ملاحظين انه مثلا الواحد لما يمشي مرات صالات معينه بيلقى ما في غير منتجات الكوكاكولا صح؟ مش مرات بيخش حتى مطاعم معينه بيلقى ما في غير منتجات الكوكاكولا. طيب دي ما جهات، دي كلها ضمن البي تو شو؟ بي تو بي ماركت، ده التسويق بتاع البي تو بي ماركت. وده براوه مختلف تماما عن علاقاته ذات براها، مختلفه تماما عن ده. وايراداته بالمناسبه دي معلومه اخذوها مني، ايرادات البي تو بي دائما بتكون اعلى من البي تو سي. يعني في ناس كثيرين قد يكونوا مثلا فاكرين الشركات اللي بتوزع للاسر ومثلا اخذت مكان القيادي هي افضل الشركات، لا، الشركات البي تو بي بتوزع للشركات وبتدير علاقاتها مع الشركات تخليها مستمره معاه، او الليلة بتاع عالي، دي بتدخل اضعاف البي تو سي. طيب انا هنا اديتكم تحت مثال للديفيجن بتاع الريتيل، تحته فيه مجموعه من التيم ليدر، الديجيتال ماركتنج تيم ليدر، الكوميونيكيشن تيم ليدر، السيلز تيم ليدر، الريتيل تيم ليدر، الريتيل تيم ليدر. انا طبعا معلش هنا كتبت لكم ريتيل مانجر لكن ريتيل تيم ليدر. ايوه يعني اي ديفيجن فيه تيم ليدر تحت، بتاع الديجيتال ماركتنج، بتاع الكوميونيكيشن، بتاع السيلز، بتاع الريتيل والى اخره. طيب بتاع الديجيتال ماركتنج ده تحته فيه سبيشالست، عشان كده دايما الاجسام بتكون في الجروبات دي، الاجسام بتكون شايله ناس كثيره جدا بالمناسبه، ما حاجه اداره فيها 5 تفاعل ولا 6 تفاعل. طيب التيم الديجيتال ماركتنج تيم ليدر تلقى تحتها سبيشاليست سوشيال ميديا، سبيشاليست ليجل، سبيشاليست ماركتنج، سبيشاليست لا ايميل ماركتنج سبيشاليست، سي اي او سبيشاليست، كونتنت ماركتنج سبيشاليست والى اخره. وهسه جابوا لهم سبيشاليست بتاع إدارة حملات ممول اللي هي سبونسر ادفرتايزنج سبيشالست وهكذا. كده وضحت لكم الفكره. ده في حال شنو؟ في حال
انه كان الشركه عباره عن جروب يكون فيها دائما دايركتور، مانجر، تيم ليدر، سبيشالست. ده في حال انه الشركه كانت واحد، ما شركه جروب يعني. فيها مانجر عنده ديبارتمنت تحته مجموعه من التيم ليدر، التيم بتاع الكوميونيكيشن، التيم بتاع البابليك ريليشن، التيم بتاع الديجيتال ماركتنج، التيم بتاع السي ار ام، تيم ليدر، كلهم دول تيم ليدر، تيم ليدر بتاع الديجيتال ماركتنج والبابليك ريليشن والكوميونيكيشن. لو اخذنا كمثال للسبيشاليست الموجودين في البابليك ريليشن اللي هو ده التيم ليدر بتاع البابليك ريليشن، فيه ايفنت سبيشاليست ده المسؤول من المعارض وكل الاحداث، السوشيال ميديا سبيشاليست مسؤول عن السوشيال ميديا، الانترنال ماركتنج سبيشاليست ده المسؤول عن الكوميونيكيشن مع الموظفين بطرق التولز معاهم، كان خاص بالتدريب، كان خاص بالتنوير، كان خاص باي حاجه معينه، الميديا ريليشن شيب سبيشاليست وده المتخصص بالعلاقات مع الميديا، تلفزيونات وكده 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 وكده، وشهرة المؤسسة في الميديا وكده وإلى آخره. الكونتنت أند ماركتينج الماتيريالز سبيشالست ده المسؤول عن المحتوى وصناعة المحتوى والماتيريالز بتاعت الدعائية بتاعت الشركة كده. فده مثال عملي برضو لأسدان، المثال اللي أنا سألته لكم ده ليه مصرف التنمية الصناعية، وده مصرف من المصارف المتخصصة في الصناعة. طيب السوفت اند هارد سكيلز ريشوز ان كارير باس. طيب ناخذ مثال السوفت اند هارد سكيلز ريشوز ان كارير باس. طيب انت عندك اربع تدرجات، انا هنا عملت النسب بتاعت المهارات، ونحن عندنا مهارتين معروفات اللي هي المهارات بتاعت الهارد سكيلز والمهارات بتاعت المهارات بتاعت الهارد سكيلز مقصود بيها المهارات الوظيفيه، والمهارات بتاعت السوفت سكيلز زي ما اتكلمنا عنها دي المهارات اللي بتخليك انك تشرف وتدير وتقود، اما الهارد سكيلز لا، انك تؤدي المهمه بصوره مطلوبه، مهمتك اللي انت قاعد فيها بصوره مطلوبه، كان في الماركتنج او كان في اي وظيفه. يعني مثلا لو اخذنا كمثال انا كزول مدير بتاع تسويق عندي هارد سكيلز برضه، عندي سوفت سكيلز صح؟ مثلا زي الهارد سكيلز انا لازم اتعلم ان انا كيف اضع خطط، كيف اقدر انفذ الخطط صح؟ دي من الهارد سكيلز. لازم يكون عندي مهارات تقنيه، بعدين انا هخش المؤسسه هلقى في تقنيات صح؟ صح؟ لازم اكون عندي علم بالنشاط اللي انا فيه صح؟ دي كلها من الهارد سكيلز صح؟ لكن في نفس الوقت لازم يكون عندي سوفت سكيلز، يعني انا هادير ناس، مجموعه من الناس هادير، اداره قد يكون فيها اكثر من 40 نفر، هتواجهك مشاكل، هتواجهك ما طريقه في اسمه شنو؟ مشاكل سلوكية، هتواجهك كونفليكت معينة، هتواجهك مشاكل في طرق التوصيل، توصيل المعلومة، وحاجات كثيرة جدا. هتواجهك مشاكل في انك كيف تديهم دوافع عشان يشتغلوا، ما كل الناس حيكونوا كلهم بنفس الاهتمام وبنفس الدافعية، فدي كلها دايرة مهارات بتاع السوفت سكيلز. عشان كده انا محتاج للسوفت سكيلز بتاعتي تكون برضو عالي. انا اتكلمت هنا انا كمني، والا كده انت هتواجهك مشاكل وصعوبات، ممكن الناس زي ذاتهم ما يشتغلوا لك بالصوره المطلوبه، في النهايه هينعكس عليك انت كمدير. الاداره العليا ما عندها شغله بالناس كتير، انت بعدين حتيجي تقول لهم والله فلان الفلاني ليه ما اشتغلوا ليه كويس، ما في ما اشتغلوا ليه كويس، انت دورك شنو طيب؟ انت دورك تشتغل وتحقق النتائج. عشان كده لازم يكون عندك جزئيه من المهارات بتاعت السكيلز والسوفت والهارد. هنا نحن هنعرف في اي
تدرج انت محتاج ليك ليا تناسب اكتر سوفت سكيلز اكتر ولا هارد سكيلز. طيب تجي من السبيشالست، اسف معلش، طيب السبيشالست اللي هو ده ادنى مستوى من التدرج، انت محتاج للهارد سكيلز اكتر. لاحظوا هنا البرتغالي او النسبه الذهبيه دي اكتر، الذهبيه دي معناها الهارد سكيلز، الهارد سكيلز دي بصوره كبيره انت محتاج. ليه؟ لانه انت مجرد زول بيقولوا لنا نفذ كده، انت محتاج مهارات وظيفيه صح؟ لو انت بزول بتاع جرافيك ديزاينر محتاج تورينا فنياتك في التصميم، لو زول بتاع اداره بتاعت سوشيال ميديا لازم تورينا السكيلز بتاعتك في السوشيال ميديا، والا نحن جبناك ليه؟ سبيشالست او اسيستنت او كوردينيتر في الحاجه دي. اما السوفت سكيلز ما بالضروره، ما بالضروره، لكن من الافضل انه يكون عندك بسيطه من البدايه. ليه؟ لانه هتساعدك في وقت انت كل ما كان بنيت من وانت موظف سوفت سكيلز ولو بمستوى شويه بسيط، كل ما تمشي مع الزمن السوفت سكيلز دي هتزيد 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 هتزيد، هتساعدك في انك انت هسه انت مش قاعد تسمع في ناس كثيرين 4 سنة 5 سنة 6 سنة بيبقوا مدير. ليه؟ لانه لاحظوا السوفت سكيلز بتاعتهم بدات، او السوفت سكيلز النموه بدات توضح، بدات تظهر مع الزمن. يعني الناس بدأوا يحسوا الزول ده عنده مهارات في توصيل المعلومة، عنده مهارات في الإدارة، عنده مهارات في المبادرات، عنده مهارات في القيادة. يعني مديرك ده ذاته ممكن بعد زمن أنت كسبشاليست تحس بأنه مهاراتك من خلال تعاملك مع الناس، مع الناس اللي هو معاك في الجسم، تحس انه فعليا مهاراتك بتاعت الكوميونيكيشن بقت عاليه جدا، وغير انه مهاراتك الهارد سكيلز عاليه جدا، مبادراتك بقت ممتازه جدا، مهاراتك القياديه بقت كويسه جدا، ممكن اعينك تيم ليدر طوال كده. ده الناس اللي بيكونوا سريع سريع بقوا ديل، اللي هم الناس اللي بيبدوا ينموا مع الهارد سكيلز بصوره كبيره، ينموا مع السوفت سكيلز. طيب التيم ليدر لازم يكون ايوه عنده سوفت هارد سكيلز كبيره، في نفس الوقت سوفت سكيلز موازيه له. ليه؟ لانه انت اصلا حتدير حاجه متخصصه. يعني زي ما قلت لكم قبلك، احنا قلنا كامبين تيم ليدر، زول ما جبناه كامبين سايد لانه فعليا كان عنده خبره بتاعت سبيشاليست في الكامبين، كان قبل كده في مؤسسه اشتغل بتاع كونتنت ماركت سبيشاليست، وكان بتاع ميديا باير قبل كده اشتغل في سبيشاليست في كم حاجه، لبى او اخذ خبره كافيه عشان تاهله انه يعمل كامبين صح؟ فبالتالي دي مهارات بتاع التيم لي بتاع سبيشاليست ممتازه جدا. لازم يكون موازي ليها، يعني لو قلنا 50% من مهاراتك بتاعت ادائك للوظيفه دي لازم يوازيها مهارات قياديه. لازم انت يكون عندك مهارات بتاعت كوميونيكيشن، مهارات اللي هي مهارات بتاعت السوفت سكيلز، مهارات بتاعت تيم ليدنج، مهارات بتاعت ايموشنال انتليجنس والى اخره. مهارات عاليه عشان انت هتيجي تدير تيم. التيم ده انت هتكوميونيكيت بالزم، هتموتيفيت بالزم، هيحصل بيناتهم كونفليكت ممكن انت تعالجه، هتعالجه كيف؟ لازم يكون عندك ايموشنال انتليجنس، عندك مهارات شرافيه برضه في الحياه. فبالتالي التيم ليدنج بيكون 50 50، السوفت سكيلز بتاعته الريشيو بتاعه 50 والهارد سكيلز 50. اما لو انت اكيد اتعينت كتيم ليدنج وجاي تتعين في تيم ليدنج، ده اصلا انت بتكون جاهز جيت بمهاراتك الاشرافيه جاهزه ومع التيم ليدنج بتاعك. يعني مثلا لو جاب لي زول بتاع كامبين اصلا هو بتاع كامبين تيم ليدنج، ده ما اصلا انا جبت لي زول
مهاراته القيادية موازية لمهاراته المهندس. طيب المانجر، لاحظوا معايا المانجر هنا، المانجر المدير بيكون من 30 ل 40% عنده مهارات زي ما احنا جبالك اتكلمنا عنها، دول بيعرف يخطط صح، دول بيعرف يدير وقته، بيعرف ينفذ الخطة صح، زول دي كلها مهارات بتاعتها بس، لكن دي ما الأساس بتاعك، لأنه دي كلها ممكن تفشل. أكثر من 60% أنت المفروض تكون عندك هارد سوفت سكيلز. ليه؟ لأنه أنت حتدير تيم ليدنج أو تيم ليدرز، آسف، مجموعة من التيم ليدرز موجودين. من غير المهارات دي تكون عندك عالية أنت ما حتنجح. انت ما هتنجح. عشان كده بتسمع حتى ان احنا عندنا زول مشهور في المصارف، انا طبعا كان عندي خبره كبيره في المصارف، واحد اسمه علي عمر الله يرحمه، كان مدير من المدراء المعروفين في المصارف دي، فعنده مهارات بتاع السوفت سكيلز عاليه جدا، لدرجه انه الاتيام المعاو او الاتيام اللي بتكون خاشه معاو في مشروع او مشروعات او كده بينفذوا له اي حاجه. في ناس تخيل بيصلوا لمرحله انه حتى لو في وقت اجازه، وقت اجازه بيجي ينجز في وقت العمل. يعني لو الوقت، لو في اجازه بيجي ينجز، بيجي ينجز في يوم الجمعة، عادي يجي الشغل ويرجع. في حين انك انت لو الكلام ده انا قلت لك في اي شركة تانية هتقول لي يا اخي الشركة دي، الشركة دي تعبانة، والشركة دي انا ما بقدر اجي هذول يوم الجمعة والسبت. ليه؟ لانه في كثير من المدراء ما بتلقى عندهم المهارات بتاعت السوفت سكيلز. السوفت سكيلز دي مهارات سلوكية بتخليك انك انت فعليا كمدير قدوه، قدوه للتيم ليدرز تحتك وللسوفت او للسبيشالست تحت التيم ليدرز، بمعنى انك تخلق كلتشر جيده عشان الناس ينفذوا مجهوداتهم بصوره عاليه وينفذوا كل الاوامر بصوره كويسه، وما يكون في اي كونفليكت اوف انترست، ما في اي مصالح جوه في الشغل، وما في اي انحياز لزول ولا زول ثاني كده. دي كلها محتاجه سوفت سكيلز. طيب اما انت لما تكون دايركتور، ده اعلى من المانجر، وده انت السوفت سكيلز محتاج 20% بس، اسف الهارد سكيلز محتاج 20%، ما يقارب 80% لازم يكون سوفت سوفت سكيلز. ليه؟ لانه انت هنا ليدر، انت هنا ما مهمتك، ما مهمتك الحقيقيه انك تنجز مهام بتاعت تيم ليدر، ولا مهام بتاعت مانجر بتاعت ديفيجن. انت دورك انك تدير مجموعه من المانجر عشان تحقق لهم الاهداف، تدير مجموعه من المانجر عشان تحقق لهم اهداف استراتيجيه، وده ده الدايركتور. ومش اداره، عباره عن قياده، احنا بنسميها ليد. القياده دي الفرق ما بين القياده والاداره. اداره معناها تشمل يعني مهام وظيفيه انهم يأدوا بها، اداره لا، القياده لا، القياده دي معناها ما بالضروره هم اللي بيقوموا بالوظائف التشغيلية أو الوظائف الوظيفية، لكن أنت بس بتقودهم، بتوجههم للطريق الصح، بتكون كوميونيكيتد معاهم، بتحفزهم على الحاجة الصح، بتحفزهم على أنهم يشتغلوا، بتشوف منهم بس بلا المدراء، أنت بتشوف منهم الغلط وين. يعني زي ما قال لك ستيف جوبز، كان بيقول
مثل المعروف اللي هو مدير ابل، يقول ان احنا المدراء بتاعنا ما دورنا اننا نامره، دورنا اننا نتعلم منه ونعرف عشان يوجهونا اننا نعمل شنو الصح، وده دور القائد بالناس. يعني الدايركتور الفيدال ده ما دوره الحقيقي انه يقول له اعمل كده وسوي كده، لا، يجي من دير المانجر يشوف نتائجهم كلها، يشوف هل ممكن يعملوا شنو، ويجي في النهايه هو يتخذ القرار بناء عليه. يعني هم اللي بيصنعوا القرار وهو من خلاله بس بيتخذ القرار، هو دوره هنا يتخذ القرار، لكن صناعه القرار دي كلها والجانب الوظيفي بتاعه يكون في يد المانجر. انت دورك بشكل تعاوني بتجمعهم وبتشوف هل ممكن ينفع في السولوشن عشان تتخذ القرار المناسب، وده الدايركتيف. عشان كده 20% بتكون سوفت هارد سكيلز، و80% بتكون في الريشنز لجنو للهارد سكيلز للسوفت سكيلز. طيب نيجي للامبورتنت ستيبس جراديوس. طيب انا عندي نصائح مهمه جدا هشاركها بالنسبه لكم، اللي انا بعتبرها من اهم الحاجات اللي هتكون هتشكل نولج كبيره للناس الخريجين في الماركت. طيب اول حاجه، انا بالنسبه لي انت كزوج خريج بتاع ماركتنج عايز تخش تتوظف، صح ولا ما صح؟ احنا يا جماعه انا السيشن ده تحديدا يعني حبيت اقدم فيه النصائح بصوره اهم. ليه؟ لانه انتوا مجموعه من جراديويتس. انا لو جيت هنا وقلت لك يا اخي هو ما هو تعريف الماركتنج، ما هو المزيج التسويقي، ما هو المعلومات، الكلام ده ما حفيدك فيه بحاجه، انت ما درست، صح ولا ما صح؟ في ناس بالعكس، ممكن يكون في ناس من خريجين، ممكن يكون خريجين وشايلين ام بي اي عادي، وانت المعلومات دي صعبه عليك، مو صعبه عليك. الان عندك الذكاء الاصطناعي، الان عندك في الفيس، في جوجل ممكن تكتب اي حاجه تلقاها موجوده، يعني المعلومات، صح؟ لكن انا حبيت اقدم لكم نصائح عباره عن نولج من خبرتي انا. ليه؟ لانه انا عايز افيد الناس ديل الان يفرق. انا اقدم اليوم عشان الناس ديل الطريق بالنسبه لهم يكون سهل في الماركتنج، او ما تصل لهم اي عقبه في الماركتنج، او ما تصل لهم اي مشاكل ممكن تكون واجهتنا في الماركتنج او في وظائف الماركتنج. شنو؟ انا عشان كده قدمت مجموعه من النصائح، قلت ما في حل الا انا اقدم لكم نصائح هي دي هتكون مفيده بالنسبه لي، مفيده بشكل كبير جدا، لانه انتم كخريجين محتاجين نولج اكثر من محتاجين انفورميشن. نحن مشكلتنا كشعب سوداني بتلقى حتى الزول بعد الخبره شغال في شهادات 24 ساعه، شهادات شهادات ومعلومات ومعلومات، يعني المعلومات اللي عندنا دي اقسم بالله العظيم فيليب كوتلر ذاته العظيم ما عنده. فيليب كوتلر ذاته بتاع التسويق ده ما يكون ناظر يكون، لكن ما بدين مع حاجه للنولج. النولج اللي هي المعلومات المكتسبه من الخبره. دي المهمه، لانه انت الانفورميشن دي اصلا ما اخذتها تاني بتاخد فيها ليه؟ يعني انا اسوي عملت لي شهاده بتاع الديجيتال ماركتنج، طيب الديجيتال ماركتنج انا ما قريته، قريته في الماجستير، قريته في الدكتوراه، قريته في السايل، تاني اعمل بشي في حاجه جديده في السايل، هاي لو في حاجه جديده بقرا ما مشكله، او بعمل عليها شهاده مثلا ما مشكله، صح؟ لكن انا محتاج نولج. الديجيتال ماركتنج ده انا ممكن اكون عارف فيه مجموعه من المعلومات، لكن لما هسه اجي اقول لزول تعال دير لي حمله اعلانيه ما يعرف يدير، ليه؟ لانه ما عنده نولج.
النولج دي بتيجي من الناس اللي عندهم اكسبيرينس في المجال. يعني الان في كورسات ناس ما يعني انا بعدين احتمال اشارك لكم برضو. اليوتيوب ده الان له مجموعه من نولج كثيره جدا في الجانب بتاع الديجيتال ماركتنج. مثلا لو خدنا المجال بتاع الديجيتال ماركتنج ده كجزء من الوظائف بتاعت التسويق، في ناس كثيرين بيشرحوا تجاربهم وتنفيذهم للعمليات بتاعت اداره السوشيال ميديا والتسويق واداره الحملات المموله وكده وكده وتجاربهم، وبيفشلوا في شنو، لو واجهتهم مشاكل حلوها كيف. طيب انا في الكتاب هستفيد شنو لو بقرا في الكتاب ده؟ انا لو ما قاريه مره واحده هي بيكون بالنسبه لي مفيد، لكن لو قريته ثاني انا حاقرا حاجه اصلا قريتها، صح ولا ما صح؟ عشان كده انا اول حاجه بديت، اول نصيحه لي build knowledge not information بعد التخرج. وانا حدي مساحه ثاني لاثنين يا ريت يشاركوني، ما الفرق ما بين النوليدج والانفورميشن بصوره مبسطه الاثنين بس، يا ريت لو وديتوني مساحه الاثنين يشاركوا، ما هو الفرق ما بين النوليدج والانفورميشن؟ ممكن يا للأسف شباب اللي حضرتك على عاوز نفسي. يجاوب يكتب في الشات. طيب ممكن اكتبه في الشات، ما مشكلة. عمار عمار الغالي، بيقول إن الانفورميشن ممكن تكون معلومة سمعتها من واحد بدون تجربة، ايوه والتانية ممكن تكون مبنية على تجربة اللي هي النوليدج. ممتاز. هاو تاني؟ تاني ما ممتاز. في زول. في رؤى قالت إنه المعرفة أساسها التجربة والخبرات. ثاني في بيقولوا إنه النوليدج معلومات مكتسبة من التجارب، والإنفورميشن ممكن نقول إنها خام، في حين إنه النوليدج ممكن تكون قيمة مضافة أكبر. ممتاز ممتاز ممتاز. كثيرين طبعا إجاباتكم صحيحة تماما، إجاباتكم صحيحة تماما. طيب الانفورميشن هي عبارة عن حقائق عندها مصدر، حقائق مثبتة وعندها مصدر. يعني هسه أنا زي لما أقول لكم معلومة بتاعت تعريف التسويق، التسويق هو عبارة عن كده 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 كده. المصدر بتاعي جايبه مثلا من كتاب بتاع ماركتينج معروف ستاندرد كده 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 كده، صح؟ او ممكن بالمناسبه الانفورميشن ممكن تكون عباره عن داتا، مثلا مبيعات شركه ابل. عندي مصدر للواقع والحقيقه دي من الريبورت بتاعنا المطلعه شركه ابل، فدي انفورميشن، صح؟ دي كلها حقائق مثبته بالسورس. اما النولج دي تخطط المرحله دي،
يخطط مرحلة حقيقي. دي مرحلة الناس اللي تبنوا انفورميشن وتبنوا ممارسة وخبرة واللي تعلموا من الخبرات دي وقدموا للناس، ده بسموه نضج. بمعنى انا زول قريت تسويق، جيت الماركتينج مشيت قسم التسويق، نفترض في الكامبين طبقت حملات اعلانيه، استخدمت في حاجات كثيره، استفدت منها من المعلومات، استفدت منها في بعدين طبقت حمله بشكل او خططت لحمله حملتين وثلاثه حملات ونجح بشكل. انا المعلومات دي لما اجي في الشركه ما حتكون براهين كافيه بالنسبه لي، لانه انا حتواجهني تحديات كبيره، صح؟ حتواجهني هناك في اداره الحمله او التخطيط للحمله، حتواجهني انه الشركه اول حاجه عندها موازنه ممكن تكون ضعيفه، حتواجهني انه انا السوق اللي قاعد فيه ده، يعني ممكن هسه اكون بقرا في كتاب امثلته كلها عباره عن ابل، عباره عن الشركات الكبيره، عباره عن ماكدونالدز، في حين السوق السوداني مختلف، صح ولا ما صح؟ انا هنا جيت اول شيء فهمت الكاستمر بتاعي منين، فهمت استهدفهم بشنو، والوسائل المناسبه للكوميونيكيشن معاهم شنو، والطريقه اللي انا اتواصل بها معاهم كيف، الحاجات دي كلها اكتسبتها من خبرتي، صح؟ ونفترض في حملات طبقتها وفشلت عشان اسباب معينه، دي انا ممكن استصحابها معايا، صح؟ من التجربه بتاعتي دي كلها لو جيت انا قدمتها لهذول حتكون نولج. يعني مثلا لو جيت قدمت لي كورس بتاع اداره حمله تسويقيه منظمه في السوق السوداني، او لو افترضنا في المصارف في السوق المصري مثلا، هاجي النولج دي هكسبها للناس الموجودين دي، صح؟ او هديها للناس الموجودين. ودي بالنسبه لهم حتكون كنز عديم، لانه زول وراك التحديات الموجوده في السوق السوداني اللي هو مستهدف، صح؟ وراك كيف تقدر تحدد شانلز بالنسبه لهم، كيف تقدر تكتب وتصيغ رساله مناسبه لهم، والعوائق اللي واجهته شنو، صح؟ واستفاد شنو من تجربته هناك. دي كلها عباره عن المعلومات دي. انا بالنسبه لي دي اهم ليه وانت في البدايه، حوريك ليه، طيب نشوف ليه، هتيجي تسالني ليه. طيب انا جيت من زول اكتسبت مجموعه من المعلومات، أو اكتسبت مجموعة من النولج وراني زول مثلا في الماركتينج في المبيعات، وراني من خبرته السوق السوداني كيف، وكيف الحاجات اللي بيعملها والتحديات اللي واجهته والحاجات دي. طيب الحاجات دي هستفيد منها انا في، وانا عرفت هسه المعلومات ممكن تكون بالنسبة لي ما مفيدة لو من اي جاي داخل، طيب دي انا هتفيدني في، انا هوريك هتفيدك في شيء. جينا للكلام ان احنا، انا جاي اشرح لك بس دقيقه بس، هنا لاحظ معي انا اخذت كم محاور ليه المتخرجين بيحتاجوا للنولج للمعرفة أكثر من المعلومة. دي الفوائد اللي أنت هتكتسبها لو بنيت معارف من ناس. طيب المرحلة الأولى حاجة اسمها الأدابتابيليتي اللي هي التخيل،
أنا متأكد أول مشكلة أكبر عائق بالنسبة لك، سواء أنت كنت متخصص في أي حاجة في الماركتينج أو كنت جراديويتس من أي وحاب تتخصص في أي حاجة في الماركتينج، في المبيعات، في الكاستمر سيرفيس، في أي مجال من المجالات دي، المشكلة اللي حتواجهك إنك أنت ما قادر توائم بينك وبين الواقع في الشركة أو الواقع اللي حتيجي تلقاه في سوق العمل. هتلقى واقع مختلف تماما عن القارير. القارير ده حاجه والمطبق حاجه، وده اكيد كل الناس مؤمنين به، يعني هتواجهك صدمه. طيب عشان ما تواجهك الصدمه دي، انت محتاج ليه نولج، ما محتاج ليه معلومه. ليه؟ يعني مثلا انا زول بتاع كوميونيكيشن، افترض انا تخصصت، خلينا من الكوميونيكيشن نديكم مثال سهل، انا زول بتاع ديجيتال ماركت، داير ابني معرفه، هعمل شنو؟ مش صاحبت ناس بعرفهم عندهم خبرات، الماركت الناس ديل عكسوا لي شغلهم كيف، الشغل استفدت منهم من تحديات واجهاتهم في السوق، وروني انه السوق السوداني عقبات شنو عن الحاجه اللي انت بتقراها، وروني انه وروني انهم قدروا ينفذوا حملات كيف، وروني انه طبيعة. لو انت مثلا عايز حتى تخش في قطاع معين، مثلا زي القطاع بتاع الصناعة، مثلا الصناعات الغذائية، شركات بتاع الصناعات الغذائية، ممكن زول خبير في كوميونيكيشن في الصناعات الغذائية، عشان برضه تقدر تستفيد منه وتاخد النولج الممكن، هيوريك كل النولج الممكن يغذيك بيها في مثلا لو انت قلت لك انت هنا زول بتاع ديجيتال ماركتنج، ناس ديجيتال ماركتنج، والله يا اخي نحن جوه في القسم بندير صفحاتنا اللي هي كده وكده وكده، والصفحات بتاعتنا بنديرها لاننا بنعمل كالندر، والكالندر بيكون فيه مجموعه من المحتويات الاسبوعيه، والمجموعه من المحتويات الاسبوعيه احنا بنحدد بيها الكونتنت اللي احنا او شكل المحتوى لكل يوم يكون كيف، وبندير الاناليتكس الموجوده او التحليلات الموجوده في كده، دي كلها هيغذيك بيها. فبالتالي انت لما تيجي في اي قطاع زي ده وانت خاشي كانك زول عنده خبره، عشان كده هنا من هنا اول خطوه تبني النولج دي. انا هوريك طبعا انت هتبني النولج كيف، انا هسه ما جيتك لانك حتى المفروض تعمل شنو، عشان كده انا وريتك هنا فائده النولج. بس اول حاجه الاداه تبني، كل ما المعارف دي كترت عندك، كل ما انت لما تيجي تخش للحاجه اللي انت عايز تخشها هتكون الادابتابيلتي عاليه، التكيف عالي جدا، ما حتواجهك اي صعوبه. لكن لو خش بس بمعلوماتك دي انت هتواجهك صدمات كبيره جدا. طيب الحاجه الثانيه البيرسونال ديفلوبمنت. بيرسونال ديفلوبمنت ده الكلام اللي احنا اتكلمناه تاني، انت كل ما كان النولج عندك عاليه، كل ما كان النولج عندك عاليه، كل ما انت حسنت من البيرسونال ديفلوبمنت بتاع الخبرات بتاعك. بمعنى في ناس هسه الان ما عندهم اي خبره في الديجيتال ماركتنج مثلا، ممكن يمشي يتعلم انه يدير الحملات المموله، يمشي اليوتيوب يشوف له كورس معين،
شوف إدارة الحملات الممولة في الفيسبوك مثلا، قرر طبقه وعمل أي حاجة بشكل ممارسة، جه اشتغل ليه مع زول قول فريلانسنج أو أي حاجة مارسها، زول ده طالما هو أول أصلا مارسها في الكورس، ده معناه تطبيق، ده معناه للبيرسونال براندنج. دي ما عبارة عن حاجة قراها، دي عبارة عن حاجة اتعلمه وبقت له سكيلز اتضافت للسكيلز بتاعته. فبالتالي ممكن هسه هو ذات بغض النظر عن انه يشتغل، ممكن بشغل فريلانس مثال زول بيعرفه، زول داري يدير لاي، يعني مثلا بالتسويق لنفسه من اللينكدين ممكن يجيب له زول يدير له صفحة من الصفحات، دار له صفحة لزول بصفحة من الصفحات، معناه انت النتائج اللي حتكون بعدين للحملة بتاعتك دي كان فشلت كان نجحت، النتائج دي حتكون عبارة عن خبرة للزول. بمعنى انت لما تيجي لشركة من الشركات وتيجي تقول لك تيجي تشوف انك انت ادارة الحملات الممولة، انت يا زول اديرت الحملات الممولة دي، ايوه انا ممول وهذه بنتائجك، ليه؟ هتسهل لك طوالي انك انت تخش، لانه ده زول طبق. ده زول عبارة عن زول طبق، ده ما زول قرا وجاي داير يتوظف، ده زول اتعلم مهارة وطبقها ومارسها. يعني المولد لأنها جاي من خبرات طوالي بتوصلك لمرحلة إنك أنت تمارس ولو حتى ما من وظيفتك، وده كله بيدعم منه، بيدعم البيرسونال ديفلوبمنت بتاعك عشان انت سريع تلقى لك وظيفه. بمعنى الناس من هنا تمشي تشوف كل النمط اللي ممكن توصلك لانك تكسبك سكيلز وتخليك تكسب سكيلز. اي ممارسه، ما بس انا طبعا اديت الديجيتال ماركتنج كان حاجه بسيطه يعني، لكن مثلا لو انت عايز تتخصص في اي حاجه ممكنه، امشي شوف كل الكورسات اللي ممكن تكتسب منها معرفه، معرفه ما معلومه، معرفه معناها ناس مارسوا. لو انا مثلا اتكلمت عن الكاستمر سيرفيس، ناس مارسوا الكاستمر سيرفيس وعملوا كورسات هيدوك فيها انفورميشن زائد نوليدج. النوليدج دي مهمه جدا، لان النوليدج دي بعد ما انا اتعلمها او بعد ما انا احضر الكورس ده وافهم كل النوليدج دي واستفيد منها، دي هتكون بالنسبه لي اضافه حقيقيه وسكيلز جديده هتضاف للهارد سكيلز. طيب الحاجه الثالثه الانوفيشن والكريتيكال ثينكينج. النوليدج بتخليك زول فضولي، انا طبعا الحاجه دي مارستها، انا بقول لكم الحاجتين دي ليه؟ لان الحاجتين دي انا مارستهم تحديدا. انا من قبل ما اشتغل كنت مصادق ناس شغالين في الماركت، بستفيد منهم من معلومات، بستفيد منهم من نولج، حاجات كتير جدا. الحاجه دي بالمناسبه خلتني مع الزمن زول ابحث كل مره عن انوفيشن، او ببحث كل مره عن معلش ابحث كل مره عن معرفه جديده. المعرفه الجديده دي بالمناسبه كل ما تزيد عندك المعارف، اعرف انه ما كل ما هتزيد منك المبادرات، لان المبادرات هي شنو؟ المبادرات دي معناها انت لما تيجي تتوظف او اول ما تيجي تبدا تخش التوظيف، عندك ادوار معينه تاديها. الزول بتاع المعلومات والسبيشالست اللي بيجي بيأدي المعلومات بيأدي الوظيفه المهام بتاعته، بس بيكون زول بتاع اوامر،
لكن الزول المغذى بمعلومات بالاضافه لتغذيته للمهارات العارفه. يعني انا افترض كمثال عشان اوضح لكم الحكايه دي، لو انا كنت زول بتاع مثلا ممسكني اداره الاحداث او المعارض كوظيفه، انا زول اصلا لانه ماهر في الحاجه دي وبعرف اعملها كويس. الزول العادي الطبيعي اول ما قالوا لي يا اخي نفذ، احنا في حدث هنعمله في كده، اعمله كده، انت هتمشي تعمل. لكن الزول الموظف اللي بيكون عنده نولج كثيره، لا هو بيقدم مبادرات للتيم ليدر بتاع عنده. ممكن هو ببال ما هو ينصحه يقول له اعمل كده، يقول لهم لا يا جماعه انا شايف انه احنا نقيم حدث في كده. الحدث اللي في كده ده لانه هيفيدنا في كده وكده، دي جابه من وين؟ دي جابه من نولج، ما جابه من المعرفه. لانه المعرفه في مجاله دي بقت كثيره، المعرفه في الايفنتس بقت كثيره. معناه الزول ده فعليا في الجانب بتاع الاحداث واداره الاحداث، في طبعا تخصص كامل اسمه اداره الاحداث. ممكن يكون زاد النولج بتاعته، زاد المعارف بتاعته بصوره كبيره جدا، زاد استفاد من خبرات الناس في الكلام ده، فبالتالي من خلالها كون بيها مبادرات وطرق ابتكاريه احنا بنسميها الانوفيشن. اي زول بيبدا يبتكر وهو سبيشالست، ده معناه زول عنده تفكير كريتيكال. ده معناه زول من ما هو بادي صغير، هو من بعد سبيشالست، زول المعارف الكثيرة أو المعارف اللي تغذت بها دي خلته ما بس زول بتاع تأدية مهام، زول بتاع طرح أفكار جديدة، زول بتاع تقديم حلول جديدة للناس المشرفين عليه. الحاجة الثالثة عندها تأثير على الكوميونيكيشن. المعارف دائما كل ما كانت المعارف كثيرة بتخليك انك انت جوه، يعني هسه انا متأكد اي زول لو جينا عيناه ما توظف قبل كده، جينا عيناه في قسم، اول مشكلة حتواجهه انه كيف يعمل يكون عنده كوميونيكيشن كويس مع الموظفين القاعدين. انا بالمناسبة واحد من اقول لكم عليه، يعني دي ما تكبر ولا اي حاجه، لكن انا من الناس لما دخلت كان طبعا اشتغلت في مصارف واشتغلت في انشورنس واشتغلت في قطاع الاتصالات، لكن انا اول حاجه كان طبعا في المصارف. لما دخلت قسم التسويق في المصارف، انا لما كنت بكوميونيكيت مع مع اني دخلت اول مره، اول خبره كانت بالنسبه لي، كنت بتكلم بثقه عاليه جدا مع الناس زي كانه زول عنده خبره اتكلم مع الموظفين. لما الناس مستغربين يعني ده زول يا دوب جايينا وزول ليه؟ الثقه دي جاتني من وين؟ جاتني لانه النولج اللي انا مكتسبه من الناس مكتسب. انا زي ما قلت لكم انا ما قبل التوظيف كنت يعني من الناس اللي علاقاتي مع الناس الشغالين في المجال، وعلاقاتي بالسوشيال ميديا مع الناس اللي عندهم خبره في المجال، ونستمع مع كل الاصحاب المهنيين، كنت بمشي اشارك برضه في الجمعيات المهنيه والجامعه في الخاصه بالتسويق طبعا كده. فده كله غزاني بمعلومات، خلاني انا لما يعني عندي ثقه كبيره جدا لما اخش اي مؤسسه. يعني مهارات الكوميونيكيشن بتاعتي بقت مؤسسه وقويه بانها توصل المعلومه، ما بتوصلها بخوف، ما بتوصلها بدلم كده. فبالتالي الكوميونيكيشن الثقه اللي فيه بقت عاليه جدا في توصيل المعلومه، في التواصل مع الناس الباقيين او التواصل مع باقي الاجسام دول. فاذا الخبره النولج دي عندها مهارات كبيره جدا، لانها تخليك ادابتابيلتي
وتطور لك السكيلز بتاعتك بتاعت البيرسونال ديفلوبمنت، وتخليك زول بتاع، ما بس زول يؤدي مهامه، زول بتاع طرح افكار جديده، زول بتاع طرح حلول جديده، يخليك يقوي لك المهارات بتاعت الكوميونيكيشن بتاعتك حتى ولو انت بادئ جديد في المجال. فدي العظمه بتاعت النولج من اللي بفرج. طيب في خطوه اخيره انا عبد اقولها بهذه في النولج. طيب النولج دي انت مصعب وريتنا اهميتها، وريتنا تعريف. طيب النولج دي انا استفيد منها منين؟ طيب النصائح بتاعتي، واحد الكلام ده اكتبوه كتاب، واحد اي استفيد من كل القنوات التعليميه اللي فيها مدربين في مجال التسويق، فيها مدربين ممارسين في مجال التسويق. زي شنو؟ زي اليوتيوب. اليوتيوب دي قناه تعليميه فيها مجالات كثيره جدا في، او فيها تخصصات كثيره جدا في التسويق، مدربين بيشرحوا لك عمليا ويزودوك بالنولج الكافيه لانك اسمه شنو؟ لانك تؤدي وظيفه معينه او تؤدي وظيفه في تخصص معين، وكذلك اسمه شنو؟ بيزودوك بالنولج المهمه جدا في المجال، او يعني النولج المهمه جدا من خلال ممارستهم للمجال. طيب يعني اذا انت هتمشي هناك تشوف الديجيتال ماركتنج، شوف الكوميونيكيشن، شوف الكامبين، شوف اي حاجه فيها مدربين، يا ريت شوف المدربين العرب بصوره كبيره جدا، لانه ما اظن يعني انا ما اعتقد انه حتلقى الممارسين بالعرب ده دائما بيكونوا اسف الاجانب ما بتلقاهم في اليوتيوب كثير، تلقاهم في قنوات كورسيرا، في يوديومي، في الحاجات دي. لكن العرب المصريين يعني ما شاء الله، هم بالذات في الماركتنج، تلقى في المبيعات، تلقى في الكوميونيكيشن، تلقى في الديجيتال ماركتنج، تلقى في البابليك ريليشن، تلقى في البرودكت ديفلوبمنت، تلقى في البيزنس ديفلوبمنت والى اخره، كثير من المجالات، تلقى في الديجيتال ماركتنج مجالات كثيرة جدا، فروع من التخصصات للوظائف. فبالتالي دي أول خطوة، أن تشوف القنوات التعليمية فيها مدربين ممارسين، أو شوف المدربين السودانيين الممارسين أكثر من القارئين. أنا أكون معاكم واضح وصريح، لازم أنت المدرب اللي عايز تمشيه أو عايز تشوف في أي مجال ده مقدم لك كورس تدريبي، لازم تركز تماما على انه الزول ده اول حاجه ممارس وعنده خبرات في مجاله ده، مش شنو؟ والكورس بتاعه ده هيشمل تطبيقات ونماذج عمليه للكلام بتاعه، عشان ما يكون كله كان عباره عن سلايدات وكلام كتابه. انت ما محتاج للحاجه دي، انت محتاج لنولج اكتر، حاجه بتاع انفورميشن. يعني ركز على الزول وسجله بصوره كبيره جدا، ما بالضروره انه يكون عنده 60 شهاده ولا 70 شهاده، لا الضروري انه يكون عنده خبرات كثير. في المجال التدريبي اللي هو دار يعمله ده المهم. الحاجة الثانية، ركز على انك تبني ناس في المجال بتاع المرضى، ناس عندهم خبرات. من هسه انت ذول يا دوب بادي جرادويتس، حاول صاحب وتابع الناس
الانفلونسر في الماركتنج، حاول ما تخجل، استفسر منهم عن اي شيء، اي حاجه ما عارفها قابله، اتعرف عليهم، ما في مانع، ده كله ممكن يزودك بالمعلومات، يزودك بنمط كافي. اذا متابعه الناس الانفلونسر في المجال، و متابعه الناس الانفلونسر في المجال، و و و اكتساب يعني شنو، بناء شبكة علاقات معهم، مع الناس اللي عندهم خبرات في، يا ريت يكونوا في التخصص اللي انت ذاتك عايزه، لانه التسويق ده ما في حاجة اسمها انك انت عايز تسويق للكل، لا، لازم من هسه تحدد تخصصك اللي انت عايز تمشي عليه، لانه بصراحة التسويق ده اصبح مور سبيشاليزيشن. حدد الحاجة اللي انت عايز تمشي عليها وصاحب الناس في المجال ده عشان تقدر تنمو بشكل سريع. لكن انا في كل حاجه، لا دي ما تنفع، دي ما تنفع نهائي. حاول ابني علاقات، ولينكدينج ده خير مثال، ممكن تستفيد منهم، تتابعهم، تستشيرهم، تتواصل معهم، تقابلهم، كل شيء ممكن تستفيد منه عشان تقدر يعني اي حاجه كوميونيكيت وذ ذيم، كان فيس تو فيس، كان عن طريق الابلكيشن، كان متابعتهم، كل شيء تقدر تستفيد منه في انك تحصل على نولج. دي واحدة من الحاجات برضو المفيدة جدا في انها تفيدك في انك تكسب نولج. الحاجة الثالثة، يا ريت تفتش المواقع المهنية، في مواقع يا جماعة، مواقع وبلوجات مهنية، ما تتابع بس تعتمد على الكتب، الكتب ما كفاية، شوف كل الجورنالز، كل البلوكس، المدونات الاحترافية في التسويق، دي بتقدم مجموعة من النولج، بتديك لها كده سايكل، تلقى زول بيكتب لي في موضوع معين من المواضيع ويستفيد، يعني ويقدم لك في نولج جاهزة كده عشان انت تستفيد منها، وعشان انك تفيد بيها نفسك في المجال اللي انت فيه. فدي كلها حاجات لازم تكون، يعني عشان كده واحدة من الحاجات اللي كان بيفتقد السودان انه يكون فيه بلوجز في الجانب بتاع الماركتينج ده، يكون فيه ناس محترفين يكتبوا كل المعارف اللي عندهم عشان الناس يستفيدوا منه. دي كانت خطوتنا اللي كنا عايزين نعملها في الـ SMA، كان دايرين كل الناس تيجي تكتب تجاربها ومعارفها اختلاطا بمعلوماتها عشان تقدر، عشان يقدروا يستفيدوا منها الناس اللي جرادويتس والناس الباقين في المجال. وديل ثلاثة طرق أساسية ممكن تفيدك في إنك تكسب معلومات أو تكتسب معلومات بصورة كبيرة جدا، وتقدر تسهل لك بصورة كبيرة جدا في إنك تتوظف، مش تتوظف وتنمو في التوظيف ده. طيب الحاجة الثانية، في حاجة اللي هي acquire certifications not certificate. طيب في فرق ما بين certification، في فرق ما بين certificate. طبعا الناس كثيرين لليلة ما فاهمين السيرتيفيكيشن. طيب انا هوضح لكم الفكره دي بصوره بسيطه. السيرتيفيكيشن معناه الشهاده، السيرتيفيكيت معناه شهاده، الشهاده دي معناها شو، والسيرتيفيكيشن دي معناها شو؟ السيرتيفيكيت معناها شهاده او اثبات بانك انت عملت اكشن معين، ما مسؤول
الاكشن ده يكون شنو؟ اكشن ده معناه فعل معين. بمعنى هسه انت، هسه انتوا في السيشن اللي قاعدين ده، في السيشن اللي حاضرينها دي، ممكن نجهز شهادات، لانكم انتوا اي زول حضر السيشن دي هيكسب شنو؟ هيكسب شهاده، صح؟ لكن هل الكلام ده ممكن يكون سيرتيفيكيشن؟ ما سيرتيفيكيشن، لان الشهاده هي شنو؟ زي ما قلنا اشهاد او دليل بانك انت عملت اكشن معين. الاكشن ده كان حضور، كان مشاركه، ممكن حتى ما يكون في حضور بالمناسبه، يعني ممكن واحد تجاوز في، ممكن يمشي لي كورس في حته معينه ياخذ الشهاده، يكون حضر له محاضره واحده في النهايه ياخذ الشهاده، صح ولا ما صح؟ لانه ممكن تكون واحده من الاكشن بتاعته، ما بالضروره الزول ده اللي يكون حضرها كلها، لو جه حضر الاولى بس كفايه. الاولى بس كفايه. اسمه الحضر المحاضره الاولى. فبالتالي الشهاده دي عباره عن ايفيدنس لاكمال حاجه معينه او اكشن معين. عشان كده الشهاده بتيجي تلقى مكتوب عليها شنو؟ انا قد او نشهد نحن جميعا انك قد اكملت الكورس بتاع كده او اكملت، صح ولا ما صح؟ مع انه الشهاده اصلا لو في كورس عامل مثلا وديت الناس كلها شهادات، هل كونهم حضروا ده دليل كافي على انها شهاده؟ شهادة للكورس بتاعي ما ادري ايه الكاس، صح ولا ما صح؟ هقول للناس اللي حضروا لكن ما فهموا، صح ولا ما صح؟ قول للناس اللي حضروا لكن ما اكتسبوا مهارات من الكورسات اللي انت عملتها ولا اكتسبوا نولج، وديتهم شهاده. ده فرق السيرتيفيكيشن، ده فرق السيرتيفيكيشن من الكلام ده. طيب السيرتيفيكيشن هي شنو؟ تمام، سيرتيفيكيشن دي معناه اشهاد، والاشهاد ده يا جماعه ما بيجي، شوف الكلام ده، الاشهاد ده دايما بيجي من اورجنايزيشن، بيجي من اسوسيشن، يعني جمعيات محترفه مهنيه او شركات متخصصه في المجال، اصلا ما بيجي غير من الاثنين دول، يا اورجنايزيشن اسوسيشن مهنيه يا شركات متخصصه في مجال معين بتضع لها اسس بتاعت اشهاد معين بانه الزول ده، الزول ده كم بعد مكمل الاسس دي، ها، يستحق انه يكون حامل الاشهاد ده. الشهاده دي خليها بالجنب، حامل شنو؟ الاشهاد ده. الاشهاد ده معناه شنو؟ يعني مثلا هسه انا لما اقول سي اي ام ليفل 7، ده مستوى من المستويات بتاع زمالة التسويق، صح؟ بعد ما تنتهي من الأسس بتاعته بتكتسب بعدها، بتدوب طوالي انت بقيت حامل للمستوى السادس، في شهادة بيقول لك كده بيجي من السادس. ده غير شنو؟ بعد ذاك بتيجي الشهادة. الدور الحقيقي ما في الشهادة، الشهادة الدور الحقيقي في الإشهاد انك اكمال البرنامج او اكمال الطريقه المعينه اللي حتحصل بها على الاشهاد. حتى بعد ذاك ممكن بعد ده، هسه السي اي ام، زماله السي اي ام دي بعد ما تنتهي من اكمال الاشهاد تحصل على انك انت حصلت على اشهاد ذاته انك سايبه، بعد ذاك ممكن تطلع بعدها الشهادات. الشهاده بس انك انت حصلت على كده اكملت كل البرنامج وغيره. طيب انت، انا اقول لك بكل صراحه، اي كورس ما فيه اشهاد ما تشيل،
او ما تخش فيه، اسف ما تخش فيه ولا تشتري. اشهاد معناه ايش؟ يعني انت ما خشيت، انت خشيت اي كورس، ان شاء الله في كورسيرا ملقي اورجانيزيشن، مثلا الكورس هنفترض اي اي ماركت ملقي في مؤسسة عاملة إشهاد، مؤسسة محترمة هي اللي حتكون عندها الإشهاد للبرنامج بتاعك ده، أو للبرنامج اللي حطيناه بتاع الـ AI ماركتينج ده، زي ما تخش ولا حد يستفيد منه. يعني نفترض كمثال خشيت كورسيرا، لقيت في منظمة متخصصة مثلا مايكروسوفت، مايكروسوفت دي شركة معروفة بالاي تي، صح؟ صح؟ وهسه مستثمر في الشات جي بي تي، الناس عارفين اللي هو الاي اي شاتس، صح؟ عارفين يعني. عملت كورس او عملت لها كورس اي اي ماركت، وكان في الكورس في طرق بتاعت تقييم او اشهاد، يعني انت بعد ما حيوروك اول حاجه الاي اي ده شنو والكلام ده شنو ويغزوك بالمعارف الكافيه، لا في طرق حيقيسوك بيها عشان تبقى متحصل عليه انت. ما مثلا ممكن دائما الشهادات المتخصصه بتكون ما بتكون بس مواضيع، بتكون يقول لك مثلا اي اي ماركتنج سبيشالست متخصص في كده، زي الزمالات يعني. الزمالات مش لسه بيقول لك بروفيشنال، دول محترف، انت بعد ما تحصل على المجال ده بتكون محترف في شنو؟ التسويق، التسويق دبلومه ان بروفيشنال ماركت او سيرتيفيكيت، سيرتيفيكيشن ان بروفيشنال ماركت، صح؟ وزي ما قلت لكم في شهاده انا برضو شايلها اسمها سي ال بي سي ام، اللي هي بروفيشنال سيرتيفايد ماركت، ده برضو اشهاد من الاي ام اي اللي هي جمعيه التسويق الامريكيه. فدائما الكورسات بتكون على شكل ذول حامل للشهاده، ما بتكون في شكل موضوع معين. ممكن تقول لك يا اخي ذول متخصص سبيشالست ان اي ماركت، يلا انا خشيت الكورس ده، هتكون واضعه تحت اشهاد، يعني طريقه بتاعت تقييمك بيها عشان انت بعد ذاك تحصل على انك ذول سبيشالست ان اي ماركت. اما اذا لقيت كورس عن اي اي ماركتنج ساي ما تشيل ولا تخش، ده عباره عن موضوع بس، الا اذا انت قادر تعرف معلومات بس غرضك من الكورس كده، لكن عايز تكتسب مهارات وعايز تكتسب نولج لازم تركز على السيرتيفيكيشن، هي دي بتغذيك بالنولج بالمناسبه، بتضيف لك نولج كبيره شديد. طيب إذن أي كورس في أي موقع احترافي لازم تركز عليه ثلاث حاجات. أول حاجة تركز على إنه إشهاد، الإشهاد قلنا عندك ثلاث حاجات، أول حاجة المنظمة الراعية للإشهاد دي تكون منظمة معترف بها أو شركة متخصصة معترف بها، مثلا لو في كورسيرا لقيت مثلا زي ما قلنا مايكروسوفت الشركة محترفة متخصصة. الحاجة الثانية العنوان، العنوان ما يكون عن موضوع، يكون عن حيازة لحاجة معينة، سبيشالست في حاجة معينة، بروفيشنال في حاجة معينة، ما يكون عن موضوع معين مثلا ماركتنج كامبين، لا دي عبارة عن انفورميشن، دي كورس مخصص للانفورميشن هيتغذوك بيها ماركتنج. الحاجه الثالثه بيكون هم تركز على الطرق بتاعت التغيير، الطرق بتاعت التغيير ممكن تكون متعدده، مرات بيكون مالتيبل تشويس، مرات بيكون اساينمنت، مرات بيكون متعدده اساينمنت ومالتيبل تشويس، مرات عندهم خيارات ثانيه كثيره جدا، مرات عندهم تقييم اسمه التقييم الذاتي، حاجات كثيره حسب. فبالتالي هنا انت لازم وانت كجراديويتس وماشي لقدام لازم تبدا
تكون او تبدا مع مستواك الاولي ده، تستحوذ على السيرتيفيكيشن ما سيرتيفيكيشن. تقول انك تركز على المراكز دي، ركز عليها لكن ما تركزك دي ما حتكون حتفيدك بشكل كبير. انا اقول لكم منها الساعه، حتى ولو انت المركز او اي مركز قدم شهادات باسعار منخفضه او باسعار ما دي ما ده ما ده ماشي بقدم لك، يعني انا دار اصلي لك شنو ده ماشي بقدم لك اشهاد لما الناس تجي، لما انت تجي تقدم للوظيفه. يعني هسه نحن زي السي اي ام دي جهه محترف فيها عالميا، انت لما يكون عندك اشهاد من السي اي ام، في ناس بيطلبوه في الوظائف البرة، في ناس بيطلبوا انك يكون عندك حامل للزماله او لاي مستوى من الزماله، لان اشهاد دول محترف بيه. فانت في بدايتك دي حاول تميز نفسك، وصولك على السيرتيفيكيشن ده هيميزك، غير انه هيديك معلومات مهنيه تقول لك نولج اكثر من عباره عن سيرتيفيكيشن، عباره عن سيرتيفيكيتس ممكن تكون كلها عباره عن مواضيع ماده. نحن عندنا هنا انا هنصحكم باهم 3 سيرتيفيكيشن احترافيه، ده المعروفين عالميا دوليا. اولهم الزماله دي، معلش الزماله دي اللي هي زماله ودي غادي يكون كل الناس عارفينها، بتسمى السي اي ام اللي هي اختصار للشارتر اوف ماركت اوف انستيتيوت اوف ماركت، اللي هي زماله التسويق البريطانيه. دي زماله محترف فيها عالميا واكثر زماله عندها انتشار، عندها مستويات مدرجه، ودي مستوياتها مستوى اسمه فاونديشن ليفل 3، مستوى اسمه السيرتيفيكيت ان بروفيشنال ديجيتال ماركتنج، وليفل 6 دبلومه ان بروفيشنال ديجيتال ماركتنج، وليفل 7 ده عنده 2 هم نفس المستوى، بوست جراديويت دبلومه ان بروفيشنال ماركتنج وماركتنج ليدر شيب بروجرامز. طيب المستويات دي كل مستوى بيناسب الليفلز اللي احنا اخذناها ديك، مذكرينها مش اخذنا 4 مستويات. طيب ليفل 3 ده دائما بيكون من الناس البادين، يا دوب خريجين والبادين سبيشالست، يا دوب خريجين مع الناس اللي يا دوب بادين في المجال، او الناس اللي عموما ما عندهم اي نولج بالتسويق. يعني في ناس بالمناسبه عندهم ممكن يكون خبره بالتسويق لكن نولج ما عندهم، لانه مثلا ممكن حتات المارس فيها التسويق او المؤسسات المارس ما كانت تسويق بالمستوى، عشان يديونا المعرفه اللي نقدر نستفيد منها. فبالتالي ليفل 3 ده افضل مستوى ليك، انك مع البدايه تمشي تحصل على او تبدا به، اللي هي فاونديشن سيرتيفيكيتنج بروفيشنال. ليفل 4 ده المستوى بتاع التشغيلي والليدر شيب، لما تكون في مرحله الليدر شيب او خلاص دخلت سنه سنتين ثلاثه سنه 4 سنة، او المستوى بتاع التيم ليد، ده عنده مستوى اسمه سيرتيفيكيت ان بروفيشنال ماركتنج. وفي المستوى السادس دبلومه ان بروفيشنال ماركتنج، ده المستوى بتاع الاداريين الناس السينيور. اما المستوى القيادي اللي بنسميه ده الناس الليدر او الماركتنج دايركتور بعد اداري، مستوى القياده. الكلام ده انت هل، طيب انا لو عايز اخش الزماله دي اعرف يعني كيف، طيب في الزماله دي بتقدم يا اونلاين يا اوفلاين،
فلاين معناها مراكز معتمدة بتدرس فيها الزمالة دي، تدفع فيها قيمة المطلوب من الزمالة دي، تدرس عديل، تمشي عديل المركز وتدرس. وكان في مراكز موجودة في السودان، أنا حاذكر منها مركزين معروفين، كان في مركز اسمه الجودة والخبراء، في مركز اسمه الظفر. دين عندهم الاكريديشن الحالي. انا ما اعرف هسه مع الظروف دي الاونلاين بقى صعب، يعني الاوفلاين بقى طبعا الان السودان والوضع الجهجه وخلاص، ممكن يكون حولوا دراستهم للدراسه اونلاين. الدراسه اونلاين دي اللي هي دي جهات انت بتدفع لها اونلاين، وبيجوا لك التوتر والمدرس والدراسه كلها بتكون اونلاين، شغلك كله يكون اونلاين. وطبعا هي افضل انها تكون فيس تو فيس، لانه الفيس تو فيس انت بتكون فيه اريحيه، وبتكون عندك وقت لو انت في حاجه ما فاهمها، ولو في توتر ما مناسب بالنسبه لك ممكن تتواصل مع المركز، وفي اي مشاكل واجهتك ممكن تحلها. لكن اونلاين ده ما حتقدر تقول حاجه، يعني في ناس بعد ما درسوا مثلا ممكن يكون واجهوا توتر صعب ما قدروا يفهموا منه حاجه، واجهوا توتر. بس الاونلاين ده فايدته لما انت تكون مضغوط، مضغوط في الشغل وشنو، من الافضل انك تدرس اونلاين. لكن لابد انك تكون مارست قبل كده السي اي ام، عندك خبره في السي اي ام، لانه البدايه اول شيء اونلاين ممكن توجهك للخطأ. أنا في الاول انت لازم تمارس فيس تو فيس عشان تفهم السي اي ام كيف، في اي مستوى من المستويات. يعني قول انت ليفل 3 ده بديته فيس تو فيس، ممكن ليفل 4 تدرس فيه اونلاين ما مشكله، او تعمل دراسه اونلاين. لكن انت خلاص فهمت ان كل الجايد لاينز الممكنه، فهمت طرق التدريس كيف، فهمت كل شيء كيف. لكن من اول مره طوالي في الاونلاين ده حتبقى لك مشكله، لانه التوتر ممكن يكون صعبين جدا. تويتر بيقول لك توتر عادي جدا، خبرات كبيره، لغه التواصل صعبه، ممكن تكون معاك اي شيء ممكن تكون معاك صعب. ف دي الطريقتين بتاع التدريس، دي الطريقتين بتاع التدريس الاكثر استخداما في الزماله دي. طبعا اي زماله تقديم ليها، يعني زي ما قلت لك ليفل 3 ده مناسب جدا للناس اللي يا دوب بادين او خريجين. طيب انا بستفيد من الحاجات دي، بتستفيد نولج كبيره جدا، لانه التوتر اللي بيجي بيشرح لك ده ذاته يكون توتر عنده خبره. بعدين عندهم ابلكيشنز، وعندهم تطبيقات، وعندهم كيس ستادي كثيره جدا عمليه ممكن تستفيد منها بالمناسبه في كل الموديولز او كل المقررات اللي انت بتكتسبها، بغض النظر عن عمق الحاجه دي. يعني اظن كل ما مشيت لفوق بيكون العنايه اصعب، كيس ستادي والنولج والحاجات دي شويه اعمق واصعب. ف من الافضل انا نصيحتي لكم ممكن تبدوا بليفل 3 كجراديويتس. دي الزماله الثانيه، ودي زماله الانترناشونال، وزمالة ما عندها انتشار كبير لأنها صعبة جدا، ودائما موجودة في الخليج، اسمها سي ام ام بي اللي هي اختصار ل سيرتيفايد ماركتنج مانجمنت بروفيشنال. عندها أربع مستويات: المستوى الأسوسيات، المستوى المانجر، المستوى الإكزيكتيف، المستوى الشارتر. ودي برضو عندها تدرجات، أيوه تدرجات. الأسوسيات دائما بتكون شاملة التدرجين الوظيفيين، اللي هو الاسوسييت يكون السبيشاليست والزول المناسبة مع السبيشاليست والتيم ليدر، والمانجر مناسبة مع المانجر، والاكزيكتيف مناسبة مع الدايركتور، والاكزيكتيف او السي نحن بنسميه سي او اللي هي المدير العام. يعني دي هنا مش متخصصه في الماركتينج بس، مخصصه في انك انت
تبدأ منتهي كسبشالست، لما كل مرة تبقى مانجر تاخذ برضو سي ام ام بي واكزيكتيف، لما تبقى مدير تنفيذي الشغل، ولما تبقى تشارتر، تشارتر دي للمرحلة الأخيرة، إنك ما بعد يعني هنا خلاص ممكن تكون بعد ده بقيت مدير عام لمجموعة من الجروبات، مجموعة مدير عام شامل لجروب معين. يعني دي هنا مشت بتمشي لك من تحت الثوابت بتاعت الماركتينج، بالمستويات بتاعت الماركتينج المديريه الاداريه، لما توصلت لمرحله انك للمرحله اللي تبقى فيها اكزيكتيف مدير تنفيذي لشركه من الشركات، المرحله اللي تبقيك ابعد من مدير تنفيذي اللي هي مدير بتاع جروبات حاجه زي الى اخره، او مدير تنفيذي لمجموعه من الشركات. الزماله دي واحده من مزاياها انها اشمل من التسويق، اشمل من السي اي ام، السي اي ام كلها متخصصه في التسويق. هنا عشان كده، عشان انتم مركزين او ملاحظين انه الاكزيكتيف، انا بتكلم لك هنا عن مدير تنفيذي وبتكلم لك عن ابعد من مدير تنفيذي، عشان كده هم الناس دي هنا ما بس الزماله دي بتقدم لك جانب بتاع استطي بس في الموضوع بتاع التسويق، لا تشمل مجموعه من الموديولز خاصه بالفاينانس، خاصه بالماركتنج، خاصه الاكاونتنج، خاصه بالبروجكت مانجمنت، خاصه بحاجات كثيره جدا في الماركتنج، خاصه بالايكونومكس، خاصه بحاجات كثيره. يعني باختصار كده كانك انت بتبدا لك من البدايه زي الشغل بتاع ام بي اي عادي، كل مره ماشي لقدام، ما بس متخصص في الماركتنج، متخصص في يعني لحد مانجر كده، ممكن يكون لحد المستوى بتاع المانجر سي ام ام بي، خاص بال متعمق في الماركتنج شويه، بعد ذاك الاكزيكتيف سي ام ام بي والشارتر، بعد ذاك بيخش في الجانب الاداري بصوره كبيره، والسكيلز والحاجات المكتسبه القياديه بصوره كبيره شديد. واحده من عيوبها انه مكلفه جدا، السنوات الاستحواذ عليها ممكن تفوت اكثر من 3 سنوات. الدراسه بتاعتها برضو اونلاين، بس ما عندها دراسه فيس تو فيس، اونلاين عن طريق اي ام بي اللي هي المعهد الدولي للمحترفين بتاع التسويق، وده معهد انترناشونال موجود على موجود في كندا الرئاسه بتاعته. فاذا الزماله دي انت بتكون مكتسب فيها مهارات بتاع التسويق قياديه، مهارات اداريه قياديه في البيزنس ده بصوره. بعد ذلك على حسب يعني زي ما قلنا الاسوسيات بتشمل السبيشالست، انت كماركتنج سبيشالست او كتيم ليدر ممكن تقدم للاسوسيات، بعد ذلك تدرب واحده 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 لما تمشي للاسوسيات. والعضويه بتاعتها برضه غاليه جدا بالمناسبه، مكلفه صراحه، عشان كده دايما بتلقاها منتشره اكثر في الخليج، منتشره اكثر في الخليج صورة. فدي بقى العموم انا قلت اوريكم ليها عشان ممكن يكون زول عنده المقدره، وانا قبل كده كتبت عنها بشكل فايد جدا، ممكن بعدين لو محتاجين الحاجه دي انا اوريكم المصادر بتاعت الكتابه اللي انا كتبتها فيها، ممكن اوريكم ليها يعني عنها صوره كبيره عشان تتعمقوا فيها. اما دي عباره عن سيرتيفيكيشن خاصه بايه؟ من الـ MMA اللي هي American Marketing Association، وهي الجمعية بتاعت التسويق البريطانية الأمريكية، وعندها شهادة محترف بها برضو اسمها Professional Certified Marketer، ودي شهادة برضو عندها نولج كبيرة جدا
وما اظن بتستمر اكتر من 6 شهور. اي انا برضه درست فيها واستحوذت عليها في اقل من 6 شهور. برضو بيدوك دراسة بتاعته اونلاين، الامتحان بتاعها برضو ام سي كيوز، وبرضو عبارة عن معظمه بيكون عبارة عن نوليدج وعبارة عن كيسز، اللي هي كيسز في الماركتينج صورة كبيرة جدا. عندهم تيوتر برضو بدرسوك وكده، او انت بتعتمد عليهم، لكن ما بتعتمد عليهم بصورة كبيرة، بس في ارشادات معينة. الباقي ده كله بتعتمد على السيلف ستادي بتاعك او الدراسة الذاتية وكده. تقريبا حصول عليها ما بفوت $500 تقريبا كده، في الحدود دي 500 ل $600. انا ما عارف هسه بالعضوية تكون زادت ل $600. فبرضه من الزمالات ممكن تفيدك بشكل، لكن انتشارها ما كبير زي السي اي ام، واحده من كبراندينج من اكثر الزمالات المشهوره والمنتشره في الوطن العربي في العالم. مصادر النوليدج، شوف البيرسونال اكسبيرينس، خبرتك الذاتية، لكن انت خبرتك الذاتية، ما انت يا دوب خريج ما حيكون عندك خبرة، يعني هسه ما عندك خبرة، لكن لما اكيد انت تتوظف كل اللي حتكتسبه من خبرتك في تخصصك اللي انت بتعمله ده عبارة عن خبرة ذاتية. طيب السوشيال ميديا شانلز، وانا قلت زي اليوتيوب، قناة اليوتيوب وكل الكورسات الموجودة فيها في كل التخصصات الممكنة من ناس مدربين محترف بيهم، دي كلها بتمثل لك نولج، ادوات للنولج او مصادر للنولج. الكورسات بتاعت التدريب الاونلاين او اوفلاين اللي فيها مدربين عندهم خبره في المجال، وما حيقدموا انفورميشن، حيقدموا تطبيقات وبراكتيكال وكيس ستادي ومعارف كثيره في المجال ده، طوالي تمشي تخش فيه من غير اي تردد. لكن زول جاي يوريك، يقدم لك بس معلومات او يشرح لك المعلومه دي هي معناها شنو، ده ما عباره عن نوليدج، ده عباره عن انفورميشن. النوليدج هي عباره عن ابلكيشن، عباره عن خبرات من ممارسه نشاط معين في وظيفه معينه. ايضا زي ما قلنا الناس الكوليجز الزملاء والانفلونسر والى اخره المتخصصين او اللي بيدرسوا في المجال، او اللي انت بتكون معهم علاقات سواء في الواقع او في التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي المعروفه، من خلال متابعتهم، من خلال التواصل معهم، من خلال استشارتهم، من خلال كل الطرق الممكنة، من خلال متابعتهم وإلى آخره. دي كلها بتستفيد منها بنولج يومية، في بالذات أنا زي ما قلت لك مصاحبة الناس في التخصص أو السبيشاليزيشن اللي أنت ناوي في التسويق. كل ما كنت أنت في مجال أو زملائك كانوا في تخصصات مختلفة، أنت ما حتستفيد بصورة كبيرة. من المفضل أنك فصاحب الناس اللي في التخصص اللي انت ناوي عليه او اللي انت ناوي تخشه او اللي انت ناوي تتوظف فيه، عشان تقدر تطور فيه نفسك، تنمي نفسك بصوره سريعه. دي برضو واحده من التيبس مهمه جدا انا بالنسبه لي، انك لازم تكون مركز عليها. نحن الآن يا جماعة وصلنا لمرحلة اسمها الماركتينج، وأنا ده في كتاب طلع كوتلر بالمناسبة اسمه ماركتينج 6.0، اللي هي ماركتينج الجيل السادس.
شوف الان احنا يا جماعه في الجيل السادس، تخيلوا معايا. وانا كان كتبت عنه بوست، ممكن برضه لو عايزينه بعدين بديكم. الجيل السادس ده اللي هو ده الجيل بتاع المستقبل، يعني الكتاب ده شرح انه الماركتينج في المستقبل هيكون كيف بعد دخول الذكاء الاصطناعي وبعد دخول الكلام ده، والوظائف هتبقى كيف. الكتاب ده انا طبعا كان كتبت عنه ملخص، كتاب خطير خطير بالمناسبة. انا برضو لو عايزين تعملوه كده، في كتابين قبله كان اتكلم عنهم كوتلر، اللي هو الماركتينج 4.0 اللي هي الماركتينج الجيل الرابع، والماركتينج الجيل الخامس. ديل الان الاثنين مسيطرين الان على السوق لحد الليل. الماركتينج ال 4.0 ده هو الديجيتال ماركتينج، يعني قال ده اللي هو الماركتينج اصبح دخلت فيه وسائل رقميه وتكنولوجي حولته لتسويق رقمي. من ضمنها مثلا في البروموشن دخل الديجيتال ماركتينج، بقى يستخدم بصوره كبيره جدا في الترويج لأكثر فعالية من الوسائل التقليدية، مع إن الوسائل التقليدية لسه، لكن مع الزمن كمان نشوف لها حصر حصار. كذلك في الأنظمة لاحظنا إدارة العلاقات مع العملاء، زمان كانت بتتم من خلال ناس المبيعات، كانت بتتم من أقسام بتاعت كي اكاونت يمشي يديروا علاقاتهم مع العملاء. الان الكلام ده بقى عن طريق انظمه. العالم الان يقدم مثل في الماركتينج بنظام انظمه بتاع السي ار ام، بتقدر تدير لك العلاقه مع العملاء بس انت تنفذ النشاط ما عليك. توريك العميل ده يا تو عميل في هذه مرحله، عميل محتمل ولا عميل شافك قبل كده، شاف اعلاناتك قبل كده ولا ما شافه، عميل اشترى منك قبل كده لكن مره واحده، عميل اشترى منك مره واحده ومرتين لكن ثاني ما اشترى منك، عميل طوال ويشتري منك. باي واحد من ديل بيوصي بيك النظام في انك انت تعمل شنو عشان تحول الى المرحله اللي بعدها. يعني عميل اشترى منك مره واحده، مراقبه سلوكياته دي كلها، تعمل معاه شنو عشان تحول الى عميل او عشان يصل لمرحله انه يشتري منك طوال. الانظمه دي التكنولوجيا دي بدات تسير وتعمل بدل المهام التقليديه. كمثال مثلا نظام السعر. فذلك في حاجات كثيره جدا برضه حصل لها ديجيتاليزيشن، في حاجات كثيره جدا احنا ملاحظين حتى الجوانب بتاعت الادفرتايزنج. الان دخل الادفرتايزنج الانتراكتيف للاعلانات التفاعليه، اصبحت داخله في، اصبحت الاعلانات التفاعليه والاعلانات بتاعت الهولوجرام اعلانات متقدمه جدا خصوصا في البلاد البره، يعني هسه في مصر في الدول البره دي كلها اصبحت موجوده. الاعلان بتاع الجرايد والاعلان بتاع الصحف والكلام ده يا جماعه العالم اتخطاه، يعني بقى ما صورة. حتى المجلات بقت الآن رقمية كلها. في طرق كثيرة جدا، وده كله بسموه الماركتينج فور، يعني دي التكنولوجيا اللي حولت التسويق التقليدي لتسويق رقمي او لتسويق معتمد على الديجيتاليزيشن بصورة كبيرة. اما الماركتينج 5 ده تطور للتسويق الرابع، ده بعد من كده، ده جات مع التطور ده جات تكنولوجيات جديده. ها
كمان حسنت من مزيج التسويق المقدم للعميل. يعني احنا شايفين برامج الاي اي ده بقى الان حطه في التطبيقات داخل. اديكم مثال على كلامي ده، الابلكيشن ده في ابلكيشنات معينه سرعتها او سرعه التطبيق، مثلا خشيت دخلت في خطوه معينه فجاه فتح معاك سريع. فتح معاك سريع دي ما عشان البرمجه ولا عشان حاجه، لا، الناس ديل في الخوارزميات اللي جوا عاملين ذكاء صناعي عشان يفهم الخطوه دي عشان تبقى سريعه. يعملوا شنو؟ خطوه من خطوه في خوارزميه كده معينه المبرمج معتمد عليها عشان شنو؟ عشان البروسيس تبقى سريعه للزبون او للكاستمر اللي بيجي يفتح اي تطبيق، لو افترض ما اي تطبيق بقى. طيب الخوارزميه دي لما تضيف لها الذكاء الاصطناعي بتبقى اسرع مما كان. ليه؟ لانه الذكاء الاصطناعي بيكتشف الديفكت او المشاكل بعاليه سريعه. فاذا دي بتكون جزء من البروسيس. البروسيس ده شو؟ ده عباره عن جزء من المزيج التسويقي، صح؟ فاذا الذكاء الاصطناعي دخل في البروسيس المزيج التسويقي وخلى كثير من العمليات تبقى سريعه. اديكم مثال ثاني بسيط جدا، انا لو الزول بتاع عندك، في ناس كثيرين عشان الموظفين، انا مثلا قاعد انتج عندي 50 موظف في المصنع، انا ممكن 20 موظف اشيلهم بره او اخدهم في طموح عشان ما الناس تقول مثلا الكلام ده ممكن يسيء للموظف. لا، نفترض الموظفين ده اللي شلتهم حطيتهم في حته ثانيه، لكن انا في النهايه ده اسرع العمليه. قمت من خلال وظائفهم اللي بيقوموا لي بشكل تقليدي دي، جبت روبوتات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بيشتغلوا محلها. الناس اللي كانوا بينتجوا لي 2000 صندوق في ساعه بقوا بينتجوا لي 20,000 صندوق في ساعه. ده ما هياثر لي على المزيج التشغيل بتاعي؟ هياثر لي كده الطلبات عشان انا اوصلها للزبون هتكون اسرع، صح؟ وبكميه، والزبون لو داير اي كميه كبيره انا هنا ما عندي اي مشكله اغطيها، لان انا هنا زدت الكميه الانتاجيه، صح؟ فبالتالي الذكاء الاصطناعي اثر على البروسيس مباشره، اثر على التوزيع بتاع المنتجات بتاعتي. وبالتالي انا منتجاتي دي لما نمشي اوديها لك بتاع الدكان انا ممكن يجي يقول لي يا اخي انا دار لي ثاني 80 صندوق. انا لما كان شغال بالطريقه التقليديه او معايا الناس، انا ما بقدر انتج مثلا الا عدد معين، والعدد ده هنا اي زول مديه حصه معينه. لكن لما انا استخدم الذكاء الاصطناعي بقدر اعمل الدرع، بنتج الكميه الدائره طوالي كان كده هذول بكره بيجي ده مثلا الذكاء الاصطناعي. كمثال ثاني في الفيزيكال ايفيدنس، مثلا عندنا حاجه اسمها سمعتوا بها الاوجمنتد رياليتي، الشواهد الماديه. انا ممكن هسه انتم شايفين براكم في تطبيقات مثلا بتاعت مستخدم الاوجمنتد رياليتي دي اسمها تكنولوجيا الجيل الخامس، اللي هي الذكاء المعزز، او مش الذكاء المعزز، الواقع الافتراضي المعزز. بتلقى ناس عندهم تطبيقات معينه مثلا بتاعت منتجات امازون دي فيها بالمناسبه، مثلا المنتجات الخاصه بالشوبينج، زي مثلا المنتجات بتاعت الكوزمتكس بتاعت البنات، منها الارواج ومنها الحاجات دي ومنها كده، عادي جدا بتقدر تفتح التطبيق البيت، بتفتح مثلا تختار المنتج معين، مثلا نفترض روج معين، تختار تقنيه الاوجمنتد رياليتي، فجاه الروج ده تخيل فجاه انطبق عليها كانها هي عملته بالتجري، يعني كانه زول جرب الحاجه دي قدامه شافه باللون المناسب. الاوجمنتد رياليتي عكست الواقع قدامه،
مباشرة لا يا دول 100% انا بس دايرك كيف طوالي كيف اشتغل. فبالتالي ده هيأثر على شيء انت لما تشوف الحاجة قدامك خصوصا في منتجات بتاعت الشوبينج، انت كنت من قدامك بتمشي هناك في الشوبينج من الحتات بتاعت الكوزماتكس بتفتش البيت الحاجة المناسبة ليها ويجربوها ليها صح او تجربها في نفسها. بس الان قدامك بالاوجمنتد رياليتي في حتة تعمل الحاجة لك مثال يعني. ما بالك حاجات كثيرة جدا ممكن الرجال برضو الخواتم خاتم معين نقول انا بتاع خاتم معين خاتم ظريف وسمح من ضمن الحاجات اللي انا ببيعها يعني. مثلا دول يجي يجرب الخاتم ده فجأة الخاتم ده يتلبس في يده العايز او يجيب يده قدام الكاميرا كده كيف شوف الخاتم ده فيه كده والخاتم الثانية الخاتم اللي بيجي معاه كويس يعني كيف شوف الاوجمانتد رياليتي ده غير الشواهد المادية دي بصورة كيف كل ما ده بيعزز الشواهد المادية وكل حاجة بتخلي العميل من محله يقدر يعزز الشغل. الشواهد المادية دي أي حاجة العميل بيشعر بيها وبيحس بيها بتكون دليل على الشراء للمنتج. يعني هسه ككلام واضح انا جيت جربت الخاتم ده شفت الخاتم ده فوقي كده عديل ثاني ده شنو طبعا اكيد بالسعر اشبه احتياجاتي. طبعا في المنتجات بتاعت التجربه دي انا ما بكون مهمني اكثر حاجه السعر لان السعر ده اول حاجه انا بعينه لكن بيهمني التجربه يعني ممكن بعد ما اشتريه يكون مثلا يكون ما جاي معاي كده حاجه زي دي صح؟ كذلك الملابس انا ما هنا ما اتكلمت برضه عن الشوبينج الملابس برضه في الاوجمنتد بقت الواقع المعزز تجرب الحكايه دي كن لابسه زي اللي انت قاعد هنا مجربه وهي حاجه كمان بمقاس كم ما قدرت بتوضح لك انه قدرك ولا ما قدرت غير الكلام دي كلها بيسموها انظمه الدين الخامس العززت من المزيج التصميمي. في حاجات كثيره جدا في حاجه اسمها الفيس ريكوجنيشن انت عارف الفيس ريكوجنيشن ده كمان في ناس قالوا عندهم ثلاجات معينه بتحطها في زي الثلاجات بتاعت البيبسي دي شايفينها بتحطها وين؟ بتحطها في المتاجر بتاعت البيتزا. اي زول جاي داخل في تقنيه بتاع التعرف على الوجه في كاميرات صغيره كده ما تكون شايف الزبون تكون مراقب الزبون تصرفاته بتجمع كل المعلومات دي عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا الفيس ريكوجنيشن بتغني من تقنيات الذكاء الاصطناعي بتجمع المعلومات سلوكيات وكيف عاين لمنتجات بتاعت زول منافس له وعائلة كيف عبر عن المنتج كيف ممكن يكون فتح البيبسي قال لا الله مثلا او غالب تكون جامعات تعبيراته كل الحاجات دي بدك تدير لها في شكل تقارير طوالي من هنا تمشي للشركه الام مثلا الثلاجه بتاعت البيبسي طوالي تمشي للشركه الام بتاعت الشركه بتاعت البيبسي او ماخذ التوكيل بتاع البيبسي العام للتقنيه تجمع المعلومات دي كلها عنه وتحليل المشاعر بتاعه واي صوت قاله اي حاجه قالها لاي عميل جاي يشتري او جاي في المنطقه بتاعته فيها منتجاته. هتشوف الناس بقت تراقب انا اوضح لك في الفيس ريكوجنيشن دي بقت تغنيه من تقنيه الناس اللي بيبحثوا بيها او بيفهموا بيها سلوكيات المشترين داخل الاسواق بتاعت منها متاجر التجزئه او متاجر الجمله وكده وكده ودي برضه تغنيه من تقنيات البيزنس. ده برضه كان احنا كتبنا عنه حاجات كتير جدا
يعني برضه لو عايزين تعرفوها ممكن احنا نوريها لكم، ما عندنا اي مشكله. كتبت عنها برضه كتير. هنا انا دايركت انفست لازم ان شاء الله كمعرفه او كمعلومات. فور دي ركز فيها كنولج ممارسة، لكن 5 دي ركز فيها كمعلومات بس. ما انت دي يا دوب التقنيات دي يعني لسه في السودان ما دخلت كلها، ولسه في الوطن العربي ما دخلت بالصورة الكبيرة، ان دخلت في العالم فقط عادية. بس لو مشيت برا بريطانيا، مشيت اي الدول الاوروبية دي عادي جدا موجود، عندها كيسز كتير جدا. لكن الفور دي اللي هي السي ار ام اي حاجه بتاع الديجيتاليزيشن والديجيتال ماركتنج، كل الحاجات دي بقت الان منتشره وشغالين بيها. فدي لازم تكون عندك النولج وعندك الممارسه فيها. لكن 5D خليك عندك بس عندك انفورميشن عن على اقل تقدير. عشان كده انا قلت لك انفست ات ليست ماركتنج 4 ماركتنج، واي ماركتنج 4 وماركتنج 5 عندها حاجات معينه انا هوريك لها. دي الماركتنج تشمل واحد تسويق السوشيال ميديا اللي هي منصات السوشيال ميديا كلها، ما بس الفيسبوك، فيسبوك والانستغرام، منصة اكس او التويتر، التيك توك، اليوتيوب، السناب شات، لازم كلهم تكون بتعرف كيف طريقة إدارته وكيف طريقة تسويقه. تسويقه معناه استخدام الإعلانات الممولة وغير الممولة. الممولة وغير الممولة. الغير ممولة دي يسموها أورجانيك، بمعنى إنك أنت كيف تحصل أو كيف تحقق أهدافك من المنصات دي بطريقة وأنت ما بتدفع أي حاجة، بس بمحتويات انت تنزلها، بفهم للخوارزميات بتاعت التطبيق او المنصات دي، اي خوارزميه براء، بمحتواك الجاذب اللي انت بتعمله، ده اسمه الماركتنج الاورجانيك. اما النون اورجانيك لا، اي منصه عندها طرق بتاعت اعلانات مدفوعه، دي محتاجة ممارسة منك ومحتاجة طرق دفع. وفي ناس كثيرين برضو لو عايز في الإعلانات الممولة اللي أنا أديك اليوم ممكن تستفيد منهم في إنك تعرف الإعلانات الممولة ويديروها كيف عمليا، ويدوك النولج الممكن في الجانب. طيب السيرش انجين ماركتنج، طيب ده ممتاز. السيرش انجين ماركتنج هو ببساطة عنده طريقتين، سي اي او سي انجين سيرش انجين ماركتنج اللي هو بيد مدفوعه وبرضه غير مدفوع. طيب السيرش انجين ماركتنج ده وش فيه؟ طيب يا جماعه انا اول حاجه لما اجي اكتب مثلا، اديكم مثال، كتبت نفترض عندي شركه معينه اسمها اسمها اي دبليو ان مثلا، او ندي اي اسم كان، نقول اسمها سي تي ان. لو جيت انا كتبت سي تي ان دي في محرك البحث ده هيجيني 70,000 سي تي ان، وممكن الاسم ده يكون عند زول ثاني، صح؟ لانك انت ما محدد سي تي ان ده شنو، ما في سي تي ان 700,000 سي تي ان، وممكن سي تي ان دي ذاتها ما تكون اسم شركه، ممكن يكون محتوى معين ضمن شركه معينه لكن عندها قبول اكثر منك. يعني مثلا شركه اسمها اي تيم، لكن من ضمن المحتوى بتاعها في حاجه اسمها منتج معين اسمه سي تي ان، وهي تفاعل عالي جدا، عشان كده السي تي ان بتاعها جاء عالي وانت ما جيت، انت ما موجود، انت كموقع الكتروني مثلا مكتوب، المفروض تكون مكتوب سي تي ان يكون ما جاء.
يعني انت مثلا عندك موقع الكتروني اسمه www.ctn.com، ما جاء ما جاء دي ليه؟ لانه انت ما عامل اوبتمايزيشن للسيرش انجن. اوبتمايزيشن معناها تعزيز، تعزيز معناها انا لما اكتب سي تي ان المفروض سي تي ان دي تجيني من اولى الخيارات بتاعتي انا، تجي للعميل من اولى الخيارات. عندك خيارين، الخيار المجاني، الخيار المجاني انك انت تمشي الموقع بتاعك وتعزز فيه حركة المرور بتاعته، كل ما كانت حركة المرور في الموقع بتاعك عالية ومرتفعة كل ما كان انت لما الزول يجي يكتب سي تي ان هيجي يلقى في الموقع فوق موقعك سي تي ان في العالم. لو كتب مثلا سي تي ان في جوجل جاك لقاك سي تي ان دوت كوم لقاك فوق. انت كان شركة سودانية، كان شركة من اي شركة يعني، كانت او في مصر او في اي، المهم جالك عدد من الخيارات. والنشاط الاورجانيك ده اللي هو نشاط انه تخلي محرك جوجل يجيبك في الاول، وده من خلاله انك تتحرك حركة المرور او تخلي كاستمر كثيرين يجوا زايرين الموقع بتاعك، ده بسميه سيرش انجين اوبتمايزيشن. طيب انا لو داير خطوات اسهل من كده، انا اجيب حركه المرور واعمل ده، دي الحركه الما مدفوعه. الحركه المدفوعه اسمها سيرش انجين ماركت. السيرش انجين ماركتنج ودي طرق مدفوعه بتوفرها لك جوجل عشان تديك اعدادات معينه تاخدها في الموقع السيرش انجين. عندك خيارين، الخيار الاول اعدادات معينه تمشي تحطها في الموقع عشان موقعك يجي من اولى المواقع، او حركه المرور تزيد فيه ويجي من اولى المواقع، او في حاجه اسمها الاعلانات بتاعت السيرش انجين. سيرش انجين يعني بمعنى انت هسه مرات كثيره لما تيجي تكتب حاجه معينه تلقى لك اعلانات فوق اجباريا قاعده فوق كده سايبه، بيسموها سيرش انجين اوبتمايزيشن. انت بتمشي من جوجل ادس تختار سيرش انجين تدفع فيها قروش وتعمل فيها موقع وتحدد فيها الفكره اللي يكون فيها موقعك فوق، واللي هي نوع من الكاستمر مثلا للسودانيين، اي سوداني يجي عن طريق محرك البحث. انت كتب اي شيء، ما بالضروره انه يكون سي تي ان، لو كتب اي حاجه موقعي لا يكون فوق، او انت دار تحدد حاجات معينه ممكن تحددها. لو موقعي مثلا متخصص في الكوزمتكس مثلا تكتب كوزمتكس، لو متحدد في كده لو كتب اي عميل سوداني جاء كتب كوزمتكس يظهر له موقعي ده. اي عميل جاء كتب بوتس يظهر له موقعي ده. عايز اقول الفكره ممكن تخليها عام وممكن تخليها معاه محدده بحاجات سلوكيات معينه. العميل ده لو جت في الحياه في السيرش بتاعه كلمه فوتس تظهر لي سي تي ان دي والاعلان بتاع السي تي ان وهو فوق طوال غصبا عنه لمده شهر. الكلام ده طبعا اكيد بيكون ببلاش. في حاجه ثالثه اسمها الايميل ماركتنج. الايميل ماركتنج وده يا جماعه برضو نظام بيكون مدفوع، مرات بيكون مندمج مع السي ار ام. انت بترسل فيه للعميل حملات معينه في ايميلاته الخاصه، عشان كده بيكون في داتابيز قاعده لمجموعه من الكاستمر من قاعدين جوه، لمجموعة من الكاستمرز قاعدين في السيستم جوه مع ايميلاته. انت بتحاول تحدد اي كاستمر في اي مرحلة هم، يعني مثلا
الناس بتاع الاويرنس او الناس اللي عارفين منتجاتي، لكن ما اشتروا منتجاتي، عارفينها بس. ديل انا ممكن اخصص حمله بتاعت ايميل ماركتينج واجيب ايميلاتهم كلها، بكون طبعا خاتيها لي في جروب براو، واخصص لهم حمله براء اخصص فيها الفوائد بتاعت المنتج بتاعتي، الاسعار بتاعت المنتج بتاعتي، الحاجات اللي بتخليهم يتكونوا من مرحله الاويرنس لانهم يشتروا. اي خصومات انا عندي ممكن تخليهم طوالي يجوا يشتروا، ممكن تكون ضمن الحمله دي، وبالتالي انا مخصص لهم حمله في الايميلات بتاعتهم، بيجيهم في الايميل والانبوكس بتاعهم في البروموشنز. والي ويفتح البروموشنز ويشوف الحمله عجبته بيجي خاشي، بيجي خاشي بعد ذاك بشوف الحاجات دي. ممكن بعد ذاك بعد ما جه خاشي دخل الموقع بتاعه، شاف الخصومات وشاف كده، بعد ذاك طريقه الشراء حتكون كيف دي الله اعلم انت عاملها كيف، من خلال الموقع او من خلال تصل بيك بحاجه معينه، او تواصل عن طريق الواتس او اي طريقه تلك، بعد ده حسب الطلب. المهم انت تحوله ليه؟ عشان يجي يتواصل معاك ويقدر يغير قرار الشركه. دي واحده من الناس، دي حمله من الايميل ماركتينج او جزء من الطرق بتاعت الايميل ماركتينج اللي انت بتعمل بيها حملات، دائما بتكون ضمن النظام بتاع السي ار ام، من خلاله انت بتعمل كامبين لاي عميل في مرحله، بتحاول تخصص له كامبين عشان تجذبه للمرحله اللي بعده. مثلا المره الجايه لو في زباين اشتروا منك، ممكن تاني ما اشتروا، ده ممكن تخصص لهم حملات عشان تدفعهم بيها عشان يشتروا منك تاني. يديهم برضه في البروموشن، حاولوا تخشوا بعد ذلك، بخشوا الموقع بتاعك شوفوا الحاجه اللي دفعتهم دي، بعد ذلك تواصلوا معاك بالطريقه بتاعت الشير اللي انت شايفها او اللي انت خدتها. ده كله بيسموه ايميل ماركت، وده برضه عنده حتى في اليوتيوب في كورسات كتيره، حتى في كورسيرا في كورسات بتاعت ايميل ماركتنج كتيره جدا، تحديدا السي ار ام ايميل ماركت، ممكن تشوف الكلام ده حتى في كورسيرا متاح موجود الاعلانات دي بشكل عملي عديد، حتى في اليوديمي موجود. طيب الانفلونسر ماركتنج ده مجال خاص بالتسويق لك، ده ما حيفيدك انت في الشركه لكن بيفيدك انت كزول بتاع فريلانسنج. يعني لو انت زول انفلونسر في مجال معين، ممكن برضو تستفيد من التسويق بتاع تسويق لنفسك، تسويق لنفسك عشان من خلال انك انت من خلال انك انت اللي هو التسويق ال انت تسوق لنفسك عن طريق وجودك في اي منصه بتاع التواصل الاجتماعي، وقيامك قيامك بانك تسوق للمحتوى بتاعك بصوره كويسه، في انك انت تجذب بيها كل الناس المهتمين في البروموشن بتاعك انت كزول انفلونسر. يعني مثلا انا لو زول انفلونسر في المجال، المجال ده خاص بانه يوري الانفلونسر كيف يسوق لنفسه عشان يقدروا يجذبوا الشركات، يجذبوا الشركات انها تيجي تتعامل معاهم عشان تروجوا للمنتجات بتاعتهم، او انها تستضيفهم في حاجه معينه، او تخليهم اسمه شنو راعين لمنتجات من منتجاتها، او مروجين لمنتجاتهم او للبراندات بتاعتهم وكده وكده وكده. فده دور الانفلونسر هنا، الانفلونسر بتستفيد الشركات منه او من تسويقه عشان يعني كل ما تسويقه كان مقنع وجمهوره
كان قريب لجمهور الشركات بتبيع للمنتجات دي، فبتستفيد منها، تستفيد منه في انه يروج لها عن المنتجات بتاعتها وكده وكده، او يشارك في اعلانات اللي عايز تعملها، زي ما نحن قاعد نشوف انفلونسر كثيرين يكونوا مشاركين في اعلانات شركه من الشركات، فده كله الاستفاده منه في التسويق بتاع الانفلونسر. في حاجه اسمها الافلييت ماركتنج اللي هي التسويق بالعموله، وده خاص برضه بالانفلونسر، ده انك كيف تتعلم في يعني مثلا زي امازون عندها دي المواقع بتاعت الاي كوميرس، بتكون عامله مواقع بتاعت الشوبينج، عامله برامج بتاعت التسويق بالعموله، بمعنى برامج يجي يستفيدوا منها كل الانفلونسر، يخشوا يشتركوا فيها ويروجوا للمنتجات دي، في يروج للمنتجات اللي في امازون او في المواقع بتاعت الشوبينج في منصات، واي زول بيجي بيروج عن طريق منصاته، اي انفلونسر بيروج عن طريق منصاته، يكون عنده رابط معين الانفلونسر ده بتاع بيدوا لي ناس امازون دي، بمجرد ما دخل اي زول عميل وجاء خش واشترى من خلال الرابط ده، اشترى دخل بالموقع ده واشترى من موقع امازون، بيكون عنده جزء عموله معينه بتيجي للانفلونسر ده تنزل له في حسابه. يعني الانفلونسر ده بيمشي يشترك في البرامج بتاعت الافلييت ماركتنج في الشركات، في المواقع بتاعت الاي كوميرس، المواقع بتاعت المواقع بتاعت الاي كوميرس، المواقع بتاعت الشغل، بيقوم بده رابط معين عشان يروج المنتجات، كل المنتجات الموجوده جوه، اي منتجات جوه عنده نسبه معينه في الكوميشن، يعني مثلا المنتجات دائما بتكون بتاعت التجميليه، المنتجات بتاعت الريح والحاجات دي دائما بتكون اعلى نسبه من المنتجات الثانيه بتاعت اللبس والملابس والحاجات دي بتكون اقل، وغير المنتجات الالكترونيه والكلام، اي واحده عندها نسب معينه. طيب الانفلونسر ده بيقوم بيمشي بيعمل محتويات عشان يدفع بها العميل يشتري من خلال الموقع ده، من خلال الرابط بتاع امازون ده، واي عميل بيجي داخل وبيشتري من امازون مباشرة بياخد عمولة تنفصل من البائع الثاني ده، تنزل في حساب زول الانفلونسر. وبرنامج التسويق بالعمولة ده هي عمولة من المبيعات بتيجي على الرابط، التسويق بالعمولة ده تنزل للزول الانفلونسر اللي سوى الحاجة دي وعمل المجهود. عشان كده دي برضو الافلييت ماركتنج انا حاولت اشرحها لك بس بطريقه، اشرحها لكم بطريقه مبسطه، لكن ممكن برضو تشوف لها اي كورسات متاحه او اي برامج بتاعت شرح للافلييت ماركتنج موجوده برضو في اليوتيوب متاحه، او ممكن تشوف اليوتيوب او تشوف الكورسيرا. السبونسر ادفرتايزنج دي الاعلانات الممولة، وده نحن شرحناه فوق في السوشيال ميديا ماركتنج، اللي هو قلنا المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي دي عندها تسويق اورجانيك وعندها تسويق شنو؟ مدفوع. المدفوع ده اللي هو انت بتعمل حملات مدفوعه بتظهر للزباين، تكون دار تحدد من خلالها، دار تحدد من خلالها اهداف معينه، اويرنس او تفاعل معين او مبيعات معينه او اي شيء معين، بتحدد فيها المحتوى بتاعك واللي عايز تسوق وكده، بتحدد فيها الميزانية بتاعتك، بتكون مستخدم الذكاء الاصطناعي برضه في الحملات دي عشان تحسن من النتائج، تعلم طريقة إدارتك. فدي كلها برضه في مواقع في السوشيال ميديا برضه، لو عايزيننا بعدين أنا ممكن أوريكم ده، ناس مصريين برضه ممكن يوروك التدريب في الإعلانات الممولة دي.
كلها كيف تقدر تديرها بشكل ممتاز. طيب الماركتنج اناليتكس برضو اللي هي دي كل المواقع، في مواقع كثيره متاحه، يعني مثلا مواقع كثيره جدا زي الماركتنج زي جوجل اناليتكس، دي مواقع انت بتقدر تشوف فيها الاناليتكس بتاعت الحملات بتاعتها في جوجل، في جوجل عن طريق حملات جوجل كلها الممولة او الاعلانات اللي بتعملها في الموقع الالكتروني بتاعك كله، بشوف الاعلان ده مثلا اثر على زياره في شنو، حقق يا بونص ريت، بونص ريت ده معناه كم ناس خشوا وما جذبهم اعلان الدور رجع. ايوه، كذلك الناس اللي دخلوا والعملوا كليكات جوا الموقع وكذا والى اخره، الناس اللي عملوا مشتريات من الموقع بتاعك دي كلها بتتحسب من الماركتنج اناليتكس من جوجل اناليتكس. في مواقع برضه خاصه بتاعت اناليتكس خاصه بالسوشيال ميديا مثلا زي السوشيال سكوبس، دي مواقع بتحلل لك مواقع التواصل الاجتماعي، الاعلانات اللي انت عملتها، مواقعك ومنصاتك الموجوده جوا من ناحيه الريش، من ناحيه من ناحيه الحملات المدفوعه بتاعتك والحاجات شنو اسمه شنو والار او اي اللي تحدد من الحملات الاعلانيه دي، والكونفرشن ريت او معدل المبيعات التامة من العملاء المحتملين، وعدد العملاء الاكوزيشن او النيو ليدز من منصاتك دي كلها بتعمل لك في ده غير من المنصات، فده كله مهم جدا انك انت برضه تعرفه لانه ده كله ضمن الماركتنج فور بتاعت الماركتنج اناليتكس بتاعت الماركتنج فور. عشان كده الماركتنج فور قال لك شنو؟ موفينج فروم شنو؟ تراديشنال تو ديجيتال، من التسويق التقليدي لشنو؟ التسويق الرقمي. الماركتنج اناليتكس برضه ممكن، يا ريت لو بحثتوا برضه عن السي ار ام، البرنامج بتاع السي ار ام والنظام بتاع السي ار ام بيشتغل كيف؟ بالمناسبه برضه في شرح للانظمه النظام بتاع السي ار ام برضه في اليوتيوب، بيوريكم كيف اشتغل النظام، كيف الأنظمة بتشتغل من جوه، وهدفها بتعمل شنو، والمعلومات اللي بتستفيد منها من السي ار ام شنو، والنشاطات بتكون في نوع النظام ذاته، لأنه في أنظمة بتكون مختلفة من مختلفة، في بتاع مايكروسوفت ده مختلف عن الأنظمة بتاعت مثلا أوريكل بتاع السي ار ام، برضه بتكون مختلف عن الثاني. أنت ممكن تحدد برضه اسم النظام بتاع السي ار ام وكده، يعني عشان بعدين تجي يجيك الشرح في النظام ذاته اللي انت عايز تشتغل به، لانه اي شركه من شركه تشتغل بنظام مختلف عن نظام بتاع السي ار ام، مختلف عن الثاني بتاع الاوراكل، مختلف عن المايكروسوفت، مختلف عن الثاني. فلازم برضو الماركتنج اناليتكس برضو لازم تخش كورس خاص بالماركتنج اناليتكس، تستفيد منها، من يوريك المواقع المفيدة والمجانية اللي ممكن تستفيد منها بإنك تحلل مواقع السوشيال ميديا والجوجل ادفرتايزنج والويب سايتس وإلى آخره. التكنولوجيا، طيب ده الماركتينج 5، وده بيشمل الاي اي ماركتينج. ده نحن قلنا التكنولوجيا دخلت في المزيج التسويقي او غيرت، يا عززت المزيج التسويقي يا غيرت المزيج التسويقي. مثلا الاي اي ماركتنج، الاي اي دخل في حاجات كثيره جدا، دخل في عمليه البروسيس زي ما ذكرنا في الروبوتات، ذكرنا في البروسيس بتاع الخدمات وتسريعها، وزي ما قلنا الاي اي دخل برضه في السوشيال ميديا والماركتينج،
الاي اي دخل في حاجات كثيره جدا، الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا دي كلها شغاله بالاي اي، تقدر تفهمك، تقدر تستهدف بيك الزبون على حسب الاي اي كده والى اخره. دي حاجات مهمه جدا. فاذا الاي اي واحده من التكنولوجي المهمه جدا اللي انت ممكن هنا ما مطالب بانك انت تمارسه، مطالب بانك تفهمه. يعني الاي اي ماركتنج ده امشي ابحث عن اي كورس بيقدم معلومات فقط عن الاي اي ماركتنج كشرح مفصل والفيو شنو ممكن تستفيد من الاي اي ماركتنج في شنو. كذلك الاي كوميرس، الاي كوميرس دي برضو نشاطات عملت تغيير كبير جدا في سلوكيات الكاستمرز خصوصا خارج السودان. الكلام ده الناس اللي بره بتكون شافوه في عينهم. ناس كثيرين بقوا يشتروا من تطبيقات، ناس كثيرين بقوا يشتروا من بقوا يشتروا من كورس، ناس كثيرين بقوا يشتروا من مواقع بتاع التجاره الالكترونيه والى اخره. الكلام ده برضو ممكن اي كوميرس. وبالمناسبه التخصصين بتاع الاي كوميرس والاي اي ماركتنج الان في التجديد بتاع السي اي ام الزماله اصبحوا في الليفل بتاع 6 مدي، يعني من التجديدات الجاده. يعني اي دور هينزل في المستوى السادس المستوى الاداري الاي اي ماركتنج والاي كوميرس لازم يدرسوا، لازم ياخذ فيهم نولج. نولج هنا كمان ممارسات عديدة مش معروفة، مش تطبيق، مش معلومات بس. عشان كده انت من البداية خليك عندك المعرفة دي، خليك عندك الانفورميشن عن الاي كوميرس وعن الحاجات دي. ما بالك كمان في ميرشاندايز في الاي كوميرس، يعني الان امازون ونون انت ممكن تفتح مع عن طريق ستورز عادي جدا مرتبط بحساب بنكي وتقدر تعرض فيها منتجاتك، وتقدر تعمل فيها تستخدم فيها دروب شوبينج، تستخدم فيها نماذج غير مباشرة عشان توصل لك المنتجات للعميل وكده وكده من غير تدخل امازون في الحاجة. كمثال يعني دي حاجات كلها المفروض برضو تكون عندها مع على اقل تقدير انفورميشن. طيب في حاجه اسمها الكونتكستوال ماركتنج، ودي شنو؟ دي برضو لازم تاخذ عنها معلومات. انا برضو كان في كورس، مش كان في كورس، كان في بوست تكلمت فيه عن الحاجه دي. ده اسمه التسويق المستهدف. برضو يكون معزز بالذكاء الاصطناعي. انت ملاحظ كتير في مرات كتيرة جدا بتيجي داخل موقع من المواقع بتلقى حاجة انت فكرت فيها او حاجة انت عينت لها او حاجة انت كنت بتتكلم فيها في حتة تانية، فجأة لقيت الحاجة دي قدامك. يعني انا مثال كمثال بسيط اذكر لكم الحاجة دي. انا مرة بتكلم مع زول في الوصف في موبايل من الموبايلات، فجأة دخلت لي موقع من المواقع بتاعت بروفيشنال، على طول دخلت موقع بتاع يعني ماركتينج قاعد اشوف فيه الارتكلز معينه وكده، لقيت اعلان ممول جايبينه فتحته لقيت لي نفس الموبايل اللي انا داري ده قدامي كده. يا جماعه الحكايه دي جت، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يا جماعة الكلام ده اتكلمته في الوصف، لازم بيشوفوني ولا شو؟ نازل أي سلوك ليه؟ كان بالنظر، كان بالحس، كان بالكلام. برضه مرة من المرات أنا متذكر قاعد بتكلم مع زول بقفل التليفون. بقفل التليفون. يعني ما رجع بالتليفون، يعني ما حطوه صام. قاعد بتكلم مع زول، اتكلم معاه في موضوع معين، فجأة كده برضو مرة من المرات خشيت اليوتيوب قلت لك الحاجة دي وصلت.
حاجه كنا بنتناقش فيها المصاريع دي، ده بيسموه التسويق السيادي. التسويق السيادي ده الان بدأ في نوع من الاعلانات، نوع مستهدف بيحاول انت عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق المنصات المعروفه زي جوجل ادفرتايزنج، زي ميتا ادفرتايزنج، بتقدر تراغي بيع سلوكيات الناس حتى في واقعهم وفي اي منصات ثانيه، عن طريق الكاميرات، عن طريق الاصوات، عن طريق الفويس، عن طريق اي حاجه بتراغب بقى الحاجات دي، ومن خلالها بتخصص لهم الاعلانات على حسب ما هم دايرين. عشان كده في حاجه اسمها ادفانتج كاستمايزيشن موجوده في جوجل ادفرتايزنج، في جوجل دي المواقع اللي بتعمل بها الاعلانات المدفوعه. لما تعمل اي اي كاستمايزيشن دي معناها انه خصص لي الاعلانات دي لاي زول بطريقه سياديه، اي زول بيتكلم عن حياتي دي والله يجيب لي. انا بقول بتكلم قول اعلاني ده عن مثلا عن مثلا افترض مثال يعني عن موبايلات معينه، اي زول بيتكلم عن اي موبايل، مش عن موبايل، عن موبايل جيب لي. وعن طريق الذكاء الاصطناعي اي زول، ما انت طبعا محدد الدوله، ممكن يكون مثلا السودان طبعا مصر، كل مصر، اي زول بيتكلم عن موبايل او كتب عن موبايل او شاف موبايل، شاف كلمه موبايل دي، جيب لي موبايل قدامه. موارد الذكاء الاصطناعي يبدا يزقهم لك بدل. عشان كده حتى انت في تطبيقك رات تفتح تطبيقات كده تلقى اعلانات مستهدفينك بيها بنفس الحاجه اللي انت كنت مهتم بيها. ده بيسموه التسويق السريع باختصار. طيب الماركتنج اوتوميشن دي اي حاجه بتحول مهام التسويق التقليديه لماركتنج، او لشنو؟ لشغل رقمي. نظام معين تقدر بدريك مهام معينه في اداره في قسم التسويق. برضه نظام السعر ده زي ما قلت لكم زمان كان نشاطات السعر دي بتكون نشاطات تقليديه، هسه بقى نظام السعر ده بقى شنو؟ يسهل كمثال زي الانظمه بتاعت كمثال احنا هسه في الشركه كنا مستخدمين الأنظمة بتاعت الديزاين، والأنظمة بتاعت البريمير، والأنظمة بتاعت الفيديو إيديتنج، عشان نقدر تساعدنا في إننا شنو؟ نأتمت شغلنا. دي كلها أنظمة، يعني مش كده، نحن وصلنا هسه يعني كنا دارين نعمل حتى نستخدم الذكاء الاصطناعي في إنه حتى في ظل الناس ما شغاله وظل الناس ما هناك نستفيد من المواقع بتاعت الذكاء الاصطناعي زي ميد جيرني وغيره وغيره، في انها تقدر تصمم لنا او تساهم لنا في التصميم كبديل للانظمه اللي احنا استخدمناها. يعني احنا كنا مستخدمين الفوتوشوب والاستريتور وكده في تصميم الحاجات دي، في ظل ان احنا كنا بنعتمد على ناس، في ظل ان احنا كنا معتمدين على تصاميم ما كانت بصورة مطلوبة، وكان بيتم فيها مصممين ما محترفين وكده. احنا جبنا ناس سبيشالست او زول سبيشالست في الحاجة دي وشغال فيها وكده، اتمت لنا الشغلة دي بصورة كويسة. في حاجات تانية كثيرة برضو اتمتت لنا الشغل التقليدي ووفرت لنا حاجات كثيرة جدا، كان مثلا في الإدارة بتاعت التسويق استفدنا مثلا من انظمه بتدير الانشطه بصوره كويسه، التاسك بصوره كويسه، والحاجات دي برضو نوع من الانواع بتاعت الماركتنج انفورميشن. في ثاني النظام بتاع الاي ار بي،
كان خاص بالبنك، فيه جوانب خاصه باقسام التسويق خاصه كده، بيدينا تقارير، بيدينا تحليلات مهمه، ساعدنا في الريسيرش، ساعدنا في حاجات كثيره. فده كله كان اتمته، لانه كان احنا الكلام ده الا نمشي نعمل لنا كل مره حمله بتاعت ريسيرش، الحمله بتاعت يعني من اداره التسويق نفسها، كان الا نقوم بها اداره التسويق نفسها عن طريق التيم بتاع الان بقى الاي ار بي والفريلان هذول. فده كله ضمن الاوتوميشن انت ممكن تعمله. طيب الاوجمانتيد ماركتنج، وده التسويق اللي احنا قبل كده اتكلمنا عنه، ده تسويق التجربه اللي احنا قلناه قبل، زي مثلا لما اديناكم الكوزمتكس وقلنا لكم كيف الاوجمانتيد رياليتي بتقدر تعكس لك التجربه للعميل، وضحنا برضو امثله ثانيه الملابس وغيره والى اخره. دي كلها تسمى اوجمانتيد ماركتنج، هي تفاعليه اكثر عشان العميل يشوف حاجه في عينه ويقدر يغير قرار الشراء، خصوصا للمنتجات المعمره وبتاعت الشوبينج بصوره كبيره، يعني بتحتاج تجربه فعليه. طيب برضو الفيشيال ريكوجنيشن تكنولوجي، ودي برضو انا اديت عنها مثال، قلت لكم مثلا مستخدمينها في ثلاجات عشان تقدر تراقب السلوك وكده وكده وكده. البيرسوناليزيشن، ودي بقى واحده من الحاجات المهمه جدا، يعني اديكم مثال على كلامي، احنا هنا مثلا عشان اوريكم التكنولوجيا بتاعت البيرسوناليزيشن دي بقت مهمه جدا. الان اي زول مستخدم بنكك صح؟ ولا في ناس كثيره من الجمهور عندهم بنكك. بنكك دي، بنكك ده، التطبيق ده، بنكك ده لما تفتحه فيه خدمات، فيه خدمات موجودة جوه اللي هي تحويل بيل بايمنت والى اخره. الخدمات دي يا ها نفس الخدمات الموجودة عند اي لون حيفتح بنك، صح ولا ما صح؟ فبالتالي بيرسوناليزيشن ما موجود. بيرسوناليزيشن معناه انت اي عميل فردي تخصصيه هو داير بس، فيتشرز هي دايره بس. يعني هسه انا لو مشيت بنك الراجحي ودوني تطبيق مصرفي، بفتح التطبيق المصرفي ده بخش جوه بلقى السمات والفيتشرز والخدمات اللي بتواجه اي كاستمر حسب الحاجات اللي دايره. انا بس داير التحويل، داير البيمنت، وداير الاي كوميرس، تلقاه عندي بس داير حاجه ثانيه بتواصل معاه، انت تقول له انا داير الخدمه دي، يطوروا لك الخدمه دي، يفتح عميل ثاني، لا بيلقى حاجات بس معينه، دخل داير الاي كوميرس وداير البيمنت، وفي البيمنت انا بس داير كده وداير كده وداير كده وداير يا اخي الشغل بتاع البلوك تشين، وداير الشغل بتاع البيتكوين. فاهم؟ اي دور بيخش بالباسور بتاعه ده بيلقى الحاجات اللي هي بس اللي هو عايزه، اللي هو طلبه، عايز حاجات اضافيه، عايز تطوير اضافي، عنده مشكله في حياته دي، يتواصل طوالي مع يتواصل بيرسوناليزيشن مع البنك، بيطوروا له في شغله وبيحلوا له مشكله. ده البيرسوناليزيشن. العالم الان بقى ماشي كده، خصوصا الجوانب الخدميه، خصوصا في الجوانب الخدميه والجوانب التقنيه بصوره كبيره. لازم كل شيء يكون مختلف عن الثاني، ما في حاجه انه كل الحاجات دي تكون كل عند كل الحاجات دي. شوف كده الحكايه دي زي انتوا ملاحظين الطيران، الطيران ده مش بيقول لك في طيران اقتصادي، في طيران للفي اي بي، في طيران لل اسمه انه مخصص مثلا لناس البيزنس وكده وكده وكده، صح؟ ده اي واحد، ده بيرسوناليزيشن، ده المخصص لهم طيارات حسب احتياجاتهم بس، ده اللي دارين في اعلى مستوى، ولا دارين لهم غرفه نوم جوه، ولا دارين لهم حاجات لكجري جوه، دارين طيران هادي ما فيه مشكله يقدر يوصلهم
ما في مشاكل في الطيران، ده في خدمة بتاع الضيافة أساسية كده الاقتصادية. البيزنس لا، في عندهم حاجات معينة جوه، في رحلة بتاع الزبون موجودة جوه، في لابتوب بيكون جوه، في تقارير جوه، في انترنت وهذا الاخر. الفي اي بي يكون اعلى من كده، وهكذا. العالم ده الان بدا ماشي كده. احنا قد نكون لسه سوقنا ده ما وصل للمرحله دي، لانه احنا سوقنا دي لسه في الماركتينج، لسه الماركتينج 4 ما وصل فيه. عشان كده انا قلت لك في الماركتينج 5 هنصحكم بانكم بس تكونوا عندكم معلومات دي. المعرفه ما بالضروره انكم تكونوا متخصصين فيها او تكونوا مجربين بالضروره. طيب طور دي مهاره من المهارات مهمه جدا. ديفلوب سوفت سكيلز مور ذان هارد سكيلز. طيب ده الكلام اللي احنا قبل اتكلمنا عنه عن السوفت سكيلز والهارد سكيلز، تذكروا احنا ورينا النسب حسب اهميتها. كل ما انت تمشي قدام اداريا، كل ما انت تمسك اشرافيا، النسب بتاع السوفت سكيلز بتكون عاليه. عشان كده انا بنصحك من صغير او من انت يا دوب جرادويتس، ابدا طور من معلومات من المهارات بتاعت الجرادويتس. الكوميونيكيشن، حاول حسن طرق التواصل بتاعتك، ما يكون عندك خجل، لازم يكون عندك ثقه في نفسك في انك تتكلم مع اي زول ولو على اي زول، ما تخجل. حاول من هسه اتعلم انك اي حاجه توصلها بالطريقه السهله كيف، او بالطريقه المبسطه كيف، لانك انت واحده من المشاكل والتحديات اللي حتقابلك في اطار العمل انه في ناس كثيرين، كل واحد انت لازم يعني ما كله. انت لو جيت مثلا جاي تتكلم بلغه عاليه او كوميونيكيشن عالي او لغه ناي، ما كل الناس ممكن ما تفهم، ممكن ما تفهم. انت لازم تتعود على انك كيف تقدر توصل المعلومه بطريقه، يعني احنا بنسميها كليرلي، طريقه واضحه لكل الناس تفهم. عشان كده انا بدي في بعض الناس، انا عجبوني جدا في الجانب الاداري، بدوا الامثله مرات، يعني حتى الحاجات اللي بقدر يوضحها بدوها بامثله سودانيه عشان يقدروا يوضحوا اكثر. بالمناسبه ناس دكتور كثير. مصعب، ايوه احنا almost we are run out of time، فبس قلنا نديك خبر. جرب ولا لسه الزمن؟ احنا الزمن مشى هسي منه نص ساعة زيادة، من 7 ل 10. ايوه خلاص، انا اصلا ما باقي باقي اخر حاجه، بس دول الخير اوكي تمام، ما اوكي اكثر من كده. ايوه طيب، السوفت سكيلز دي لازم انت تتعلمها كلها، اللي هي الكوميونيكيشن، انك كيف انك تقدر يكون عندك ثقه في انك توصل معلوماتك، توصل معلومات للموظفين بصوره كويسه، او عموما تبني فن التواصل مع الاخرين كيف بصوره كويسه. الايموشنال انتليجنس لازم تكون شخصيه، ما شخصيه بتاع الصراعات، شخصيه بتاعت حل مشاكل، عندك ذكاء في انك تحل المشاكل بين الناس، ولو من هسه مع اصحابك، مع الناس الموجودين معاك، حاول زول بتاع شخصيه بتاعت حل، ما شخصيه بتاعت فرض مشاكل. التيم ليدنج، حاول من هسه تعلم التيم ليدنج في انك تدير التنوع، يعني الحاجه دي احتمال تستفيد منها من لما تقعد مع كم زول، تتعرف على كم زول، تقدر تستفيد من التيم ليدنج بصوره كبيره جدا. يعني حاول تدي الفرص لمنو، تقدر تدي الاولويه لمنو، ما تكون انحيازي لزول، تكون شخصية تعاونية وهكذا. برضو يكون عندك مهارات بتاعت كرياتيف، دي برضو حاجات كويسة ولازم تبنيها من انت صغير، لازم من انت حتبدأ تكون زول بتاع أفكار، زول بتاع مبادرات جديدة، ما بس زول يقولوا لي اعمل كده اعمل كده الحاجات دي، لأنه صدقني مع الزمن
مع الزمن حتكون عندها تحول كبير بالنسبه لك لشخصيه اداريه في 8 9 سنه، ممكن عادي جدا انت تكون وصلت لمرحله مدير وعلى صوره كبيره جدا، عادي جدا. طيب اخر حاجه البيرسونال براندنج، انا دي معناها همشي سريع سريع عشان الزمن. طيب اول حاجه لازم تبني شخص بورتفوليو بروفيشنال، بيشمل البايو، بيشمل السمري، بيشمل السيرفيس بروفايدد، بيشمل الاكسبيرينس، بيشمل الاديوكيشن، بيشمل السكيلز، بيشمل البروجكت، بيشمل الاشيفمنت، بيشمل اللايسنس، بيشمل الريكومنديشن، بيشمل الاورجنايزيشن والحاجات دي. الحاجات دي كلها ما بالضروري انك كلها تكون عندك، انا بس وريتك هنا البورتفوليو في لينكدين بيكون فيه الحاجات دي كلها، لكن ما بالضروري انك كلها تملاها، بس الحاجات اللي عندك ابدا بيها. طبعا كل مره بتطور في البروفايل بتاعك، يعني شويه شويه لما تلقى وظيفه بتدخل خبره كويسه، تعمل سيرتيفيكيشن بتدخل خبره في السيرتيفيكيشن، تنجز مهام معينه تعمل كده، تكون انجزت مرحله تعليميه معينه بتدير الاديوكيشن، لكن ما بالضروري انك كلهم تكون فيهم 100% وكده 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 عشان تقعد تتاثر. يقول اصلا الناس، حتى الناس اللي وصلوا للمرحله دي وصلوا اليوم وصلوا في مرحله سريعه. طيب الحاجه الثانيه لازم تبني لنفسك ايدنتيتي، وهنا بمعنى حاول تطور لنفسك اسم تكون انت معروف به. يعني هسه لاحظوا الشعار ده، ده شعاري اللي انا قاعد انزل بيه والمحتويات بتاعتي. انا عامل ليه؟ ممكن تعمله كحرف كاي حاجه، يعني حاجه تكون بعدين معروفه بك، لانه ممكن اسمك ما يكون كافي كاسم ساكن، لازم تعمل لك لوجو خصصه لنفسك بالوان معينه تمس شخصيتك، الوان انت بتحبذها وتحبذ تلهم بها جمهورك في لينكدين، في منصه لينكدين. زي شفتوا لاحظ ملاحظين هنا، انا كل دي ده البانرز بتاعتي، دي الارتكلز، دي البودكاست، دي البوست اللي انا قاعد انزله في لينكدين، ودي دقيقه معلش، دي كل البوستات اللي انا بنزلها والمحتويات اللي انا قاعد انزلها، لاحظوا كلها بنفس الالوان بتاعت الشعار بتاعتي. طبعا انا اخترت الالوان دي لانها بتمثل الشخصيه بتاعتي. لاحظوا كلها بين الذهبي والابيض والاسود، عملت بيها البانرز بتاعتي والبودكاست اللي قاعد انزلها والارتكلز والبوست اللي قاعد انزلها وكده، وان شاء الله قريب ان شاء الله حتنزل المحتويات بتاعتي المرئيه باذن الله. فبالتالي انت عليك انك تعمل الشعار بتاعك وتصمم به على اساس البوستات اللي انت حتنزل بها في لينكدين، اي حاجه خاصه بك، شهاداتك، معلومات للناس، معرفه عايز الناس يستفيدوا منها، الحاجات دي كلها مهمه جدا بالمناسبه لك كبيرسونال براندنج بالنسبه لك او كتسويق لنفسك، حتى ولو كان انت بادئ من الصفر. وري نفسك انت من انت حتتميز، انت مميز مش حاول في لينكدين، شوف هيقابلوك انت بمجرد ما دخلت في لينكدين وعملت البروفايل بتاعك وبدات تنزل فيه، حاول اي زول في تخصصك اعمل له فولو، اي انفلونسر في تخصصك اعمل له فولو، واي صناع محتوى في المجال اللي انت تعمله في الماركتينج حاول اعمل له فولو، تابعه، استفيد من النولج بتاعته والمعرفه بتاعته بصوره كبيره جدا، عشان ممكن يديك افكار ذاتك، عشان انت برضه تسوي بال لنفسك في المنصه بتاعت لينكدين، لان منصه مهمه جدا بالنسبه لك. طيب حاول وسع الشبكه بتاعتك، وسع شبكه الناس المتابعين، لانه انت كل ما وسعت الشبكه بتاعتك كل ما الريتش بتاعك بيكون عالي جدا، كل ما محتوياتك بتصل لمرحله بعيده، كل ما انت الناس المستقطبين بعينوا لك بيشوفوك، بيشوفوا المحتوى اللي انت قدمته ده كله. ويا ريت لو كانوا الناس اللي انت بتعمل معاهم، يا ريت لو كانوا معظمهم الناس اللي في شركات اللي انت مستهدفه، يعني انت لو مستهدف مثلا تشتغل في الامارات ركز مع الناس الموجودين برا اللي قاعدين في الامارات،
شغالين في دولة الإمارات، وبالتحديد ركز مع ناس الاتش ار برضه، لانه ناس الاتش ار ديل طالما عملت معاهم كونكشن معناها محتوياتك حتصل لهم، معناها في اي لحظه عجبتهم حاجه ممكن نازل عندهم هانتنج عادي. هانتنج معناه انه ممكن عادي يستقطبوا زول من لينكدين، ما في مشكله. في ناس كثيرين سودانيين من لينكدين استقطبوهم بالهانتنج. فوسع علاقاتك في الناس في مجالك، واعمل كونكشن لاي زول في البلد اللي انت عايز تتوظف فيها، بالاضافه لايه؟ ناس الاتش ار في البلد اللي انت عايز تتوظف فيها. اخر حاجه، ولا دي الاخيره ولا قبل الاخيره؟ والله اللي هي اخلق حضور. اخلق حضور دي انا قاصد بيها انك انت في لينكدين حاول كل يوم تنشر معلومه على اقل تقدير، لانه خوارزميات لينكدين كل ما انت نشرت فيها معلومه في او نشرت بوست في اليوم، ويا ريت لو بوستاتك متنوعه، مره بكتابه بس، مره بكتابه مع صوره، مره نزل فيها كتاب معين واكتب الحاجه اللي فيه مثلا، مره اعمل سلايدات معينه ونزلها. المهم يكون متنوع كل مره حاجه، كل ما انتشارك بقى اوسع كل ما نتائجك حتكون في المتابعات، ممكن عادي جدا ناس يطلبوا منك حاجه معينه، يستفسروا منك من حاجه معينه، يطلبوك لتوظيف معين، عادي جدا ما في اي مشكله. استخدم برضو الناس المرشدين في لينكدين، وانا قدمت لكم اثنين هنا، واحد اسمه علي محجوب، ممكن يكونوا في ناس شافوه في لينكدين، في واحد ده مؤثر سوداني في لينكدين ممكن تستفيدوا منه كزول مرشد. عندكم ناس بادين في الحاجه دي، اي زول عنده مشكله ممكن طوالي يوجه له، يعني يساعده في انه يطور البروفايل بتاعه ويمشي بصوره، يخلي البروفايل بتاعه نامي في عدد الفولورز، في عدد النتوركس، في الحاجات دي، ويحقق اهدافه. كذلك اللي اسمه خالد الاحمد ده، الاحمد ده زول معروف على مستوى الوطن العربي. خالد الاحمد ده برضه في لينكدين ممكن تستفيد منه، وغير انه بيقدم نولج مجانيه تعتبر ثروه في تطوير الحاجات دي، تطوير اسمه شنو، في تطوير اللينكدين. اخر حاجه انا بعتذر يا جماعه، احتمال لانه البوست كان فيه حاجات كثيره جدا، بعتذر على اني اتاخرت عن الزمن. الاسئله انا ما عارف المنظمين هنا ممكن يدوني فتره على اني انا، يعني يدوني فتره زمنيه على اني انا اجاوب الاسئله، ولا اخليها في اجاوبها عنهم، اجاوبها لهم في الواتساب. ممكن تكون والله ممكن التو اوبشنز حسب الحاجة اللي انت شايفها مناسبة. هم لا انت تقريبا شايف 3 أسئلة اها رسلوها الشباب في الجروب. في سؤال انت اوريدي جاوبت عليه، سؤال كان الفرق بين المبيعات والتسويق. طيب، المبيعات والتسويق. المبيعات ايوه والتسويق، التسويق ده انك انت تبذل كل النشاطات هتخلي الزبون يستمر معك، ما يشتري المنتج بس او يستعمل الخدمة بس، يكون مستمر معك لأطول فترة ممكن. أما عملية المبيعات هي عملية جذب العملاء المحتملين، عميل ما اشترى منك أنت جذبته حولته لعميل فعلي، لكن ممكن العميل الفعلي ده، ممكن العميل الفعلي ده تاني ما يشتري منك، وده اللي بيقوم به وظيفة التسويق. عشان كده وظيفة التسويق أشمل من وظيفة المبيعات، المبيعات هي جزء منه، هي بتشمل بس المرحلة بتاعت انك انت تحول العميل من عميل محتمل لعميل فعلي فقط. واي شركة بتستمر على منهجية السيلز بتكون بس بتستمر، اي يعني الشركات دائما بتكون فاشلة، بتكون بتستمر على السيلز او بتعتمد على السيلز من غير ماركت، بمعنى كل مرة دارين يجذبوا
يعني اديكم مثال بسيط، انا لو عندي مركز معين، مركز بتاع تدريب بيقدم شنو؟ كورسات تدريبيه. انا لو هدفي بتاع سيلز بس بكون داير اجذب ناس كل مره يجوا الكورسات بتاعتي، صح؟ ده مثال بسيط يعني، انا داير كل مره. لكن انا لو زول بتاع ماركتينج، انا ما بيهمني كل مره اجذب زول جديد، انا بيهمني الناس اللي جيتوا ثاني يشتركوا في كورسات جديده، ثالث مره يجوا يعملوا في كورسات جديده اللي انا بعملها جديده، او بطرحها درجة الليونة كل مرة تمشي مستمرة، لأنه أنا بشبع احتياجاتهم. الناس اللي عندهم أي مشاكل أنا بعملها، لكن أنا ممكن أكون أنا ما بهتم، يعني أنا مثلا الكورسات بتاعتي تكون ما بالمستوى بمكان، والعملاء بيقولوا لي مثلا كورساتك سيئة جدا، كورساتك ما تعبة، والمركز سيء جدا، وأنا ما أهتم بهم. أنا ما أقول لك يا أخي تاني في كورسات جديدة ومش هتجيب لي ناس جداد وزيد بقى المبيعات. تمام. يا سارة، في سؤال تاني؟ أيوة، في سؤال في الجروب. وهكذا. والعمليه دي ما حتصطنع، العمليه دي سيئه. التسويق بيلعب على السمعه بتاعته، بيلعب على السمعه بتاعته، وبيحسن في الرضا بتاع العملاء، عشان المركز ده كل مره اي كورسات مقدمه تكون وفق النيتس بتاعته وبالاسعار المناسبه معاه، وب بالمدربين اللي بيقدر يقدموا لهم الاحتياجات التدريبيه الممكنه. انا بالطريقه دي كده بقدر بضمن انه المركز ده كسب سمعه، والمركز ده كل مره الناس بتيجي تشترك فيه، والمركز ده كل مره الناس بتيجي تتعامل معاه. لكن في ايديك ما هتتعامل معاه، انا كل مره هشوف كاستمر جداد بالنسبه لي. طيب، في سؤال ثاني؟ أيوة، في محمد قال إنه هل العمل في البداية في وظيفة بإدارة العلاقات العامة مدخل مناسب للعمل في تخصص التسويق لخريج إدارة أعمال، خصوصا عندنا في السودان العلاقات العامة بتركز على العلاقات الإعلامية والصحافة والرأي العام وتحسين صورة المؤسسة؟ والله دي بتلعب دور كبير شديد. العلاقات العامة دي هو يسموها علاقات ليه؟ ما ارتباط بين حاجة وحاجة، صح؟ النشاط بتاع العلاقات العامة دي هو أصلا نشاط عشان يعمل امبروفمنت لصورتك أنت أو صورة المؤسسة. أنت بتحسن علاقات، تحسن نفسك أو بتبني علاقات مع ناس عشان العلاقات دي تعزز، ترفع من قيمتك شوية. يعني انا بالنسبه لي شخصيا، اذا الناس الجرادويتس استفادوا من العلاقات العامه دي في انهم بنوا بيها علاقات مع ناس مؤثرين، وبنوا بيها علاقات مع ناس اعلاميين معروفين، واستضافوهم في حتات كويسه، ممكن هسه في ناس بالمناسبه في حاجات بسيطه بتلقاهم استضافوهم. يعني هنا ده الاستضافه ما صعبه، يعني عشان استضافه دي الناس بيعتبروها لناس خبراء، ما لنا ناس خبراء، في ناس بالمناسبه سبيشالست سنتين ما تعملنا في وظيفه معينه ممكن يكونوا جابوهم، في ناس بوظائف تعلموها انفلونسر، بوظائف اسف فريلانسر، يعني مثلا يتعلموهم من تلقاء نفسهم، من تلقاء نفسهم ما عندهم اي وظيفه بس معتمدين على الوظائف اللي تعلموها بالكمبيوتر من اللابتوب من اي حاجه، وجابوهم في لقاءات إعلامية، استضافوهم في حتات معينة، جابوا يعني توظفوا في شركات كبيرة. أنا بعرف زول متعلم التصميم من كهواية، استضافوه في برنامج إذاعي على الهواء في قناة معروفة، ده طلبته طوال شركات دال بيزاوة طبعا. عشان كده انا بتكلم، انا نصايحي دي كلها كانت عن النولج، كانت عن العلاقات، كانت عن الكلام ده. عشان كده انت ذاتك تسالني، انت هتقدر تلقى فرصتين انك تجيبوك دي كيف؟ طب ما عندك علاقات.
يعني انا لو ما بتابع ليه دول انفلونسر؟ انا ما بقول لكم ليه في لينكدين تتابع الناس الانفلونسر، هو عشان الكلام. انا لو متابع ليه دول انفلونسر، الانفلونسر ده انا ممكن استفيد منه من كم حاجه. الانفلونسر ممكن استفيد منه في انه يوم من الايام اجي اتصور معاه وهو ينزلني ويتكلم عني، صح ولا ما صح؟ دي طوالي اضافه للبراند بتاعتك، للبيرسونال براند بتاعتك. ممكن يجي يشيل بيك في حاجه معينه حتى لو انت ما بادي بالناس، صح؟ ممكن يدعموك في حال انك انت او يعملوا لك ريكومنديشن في البروفايل بتاعك. ممكن حتى انت انفلونسر اعلاميين تكون متابعهم وباني معاهم نتورك كويسه، وفجاه باي طريقه من الطرق تحاول بعلاقات معينه تحاول تكسب معاه، بعد ما بنى معاك صيغه ومعرفه وقابلك وتعرف عليك وكده 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 وعمق العلاقات معاك، ممكن عاد يستضيف. بالمناسبه في ناس كثيرين انا شايفهم ظهروا في برامج كثيره جدا، يعني برامج بتاع برودكاست، برامج بتاع حاجات كثيره جدا، يعني برامج اذاعيه، برامج تلفزيونيه، برامج بتاعت شنو، برامج متخصصه في مجالات معينه. فانا عشان كده العلاقات دي شايف لها دور كبير، حسنوا علاقاتكم. انا من وجهه نظري الخاصه انتم محتاجين للنولج، محتاجين للعلاقات اكثر. حتى ابسط مثال على كلامي ده انا ممكن اقوله، انتم عارفين معظم الناس اللي توظفوا برا توظفوا بعلاقات، الناس اللي توظفوا برا هسه 90% من السودانيين اللي توظفوا برا توظفوا برا بعلاقات، بيعرفوا لهم ناس برا، علاقاتهم مع ناس مهنيين قاعدين برا لقوا لهم وظائف. في ناس كثيرين، انا في ناس بعرفهم من دون ذكر اسمهم، في ناس 12 سنه خبره 15 سنه خبره لين ليله قاعدين برا ما لقوا وظيفه. عشان كده انا بقول لك واحده من النصائح شنو؟ اعتمد على السوفت سكيلز. ليه؟ لانه السوفت سكيلز دي بتساعدك في العلاقات. كوميونيكيشن والتواصل كده بتكون زول بتعرف تتواصل مع الناس، بتعرف تكسب الناس، بتعرف تستفيد من الناس، بتعرف توري نفسك للناس، تظهر شخصيتك للناس. لو ما عندك سوفت سكيلز ما هتقدر تعمل. شكرا. في سؤال ثاني يا دكتور؟ لا تاني يا دكتور، ما في أسئلة. بس هسه ده السؤال الثاني صح؟ كنت أي سؤال ثالث انت قلت. سؤال ثالث؟ ثواني طيب، ابي اشوف في سؤال ثالث. دل في الجات هنا. كان في زول بيسأل بيقول إنه الفرق بين الكامبين البروموشن وبين الماركتينج. البروموشن والماركتينج صح؟ أي أيوة طيب البروموشن والماركتينج، طيب البروموشن ده جزء من الماركتينج. الماركتينج ده ما قلنا كل النشاطات اللي بتقدر انت تشبع بيها العميل وتخليه يستمر معك. اما البروموشن هي طريقة ترويجك للحاجة اللي عندك دي للعميل. يعني كيف انك تروج منتجاتك سماتك. يعني هسه انا لو قلت عندي منتج بسعر معين وبجودة معينة وبخصائص معينة، انا عملت له اعلان بيظهر المزايا التنافسية بتاعتي دي، لازم اعمل لك بروموشن للجمهور اللي انا مستهدفه ده صح؟ لازم اعمل ترويج عشان يقدر الجمهور ده يشوف الحاجه دي ويتاثر بيها. يتاثر بيها بيمشي يشتري طوالي صح؟ البروموشن ده ممكن انا اعمله عن طريق السوشيال ميديا، ممكن اعمله عن طريق
التي في، الوسائل التقليديه، ممكن اعمله عن طريق البيلبورد حسب الجمهور المستهدف. عشان كده انا لازم افهم جمهوري المستهدف عشان اقدر انا افهم، هقدر الاول وسيله المناسبه في البروموشن او التشانلز المناسبه في البروموشن. شنو الناس المستهدفون دول بيكونوا موجودين في التواصل الاجتماعي ولا لا؟ لو موجودين في التواصل الاجتماعي في يوتيوب، انا في التيك توك، ولا في، لازم الكلام ده كله يكون معروف يعني، ولا لا الناس دي ذاتهم ما ناس موبايلات ولا شايلين موبايلات، ولا الناس دي هذول بس هم في الشارع ولا سواق؟ معناه انا هنا هستخدم الطرق التقليديه صح؟ هستخدم التلفزيونات، هستخدم الراديو، هستخدم الصحف، هستخدم البيلبورد عشان اوصل، هستخدم الاستيكرات في الدكاكين، هستخدم الاساليب اللي بتقدر توصل لي المعلومه دي، توصل لي الحاجات دي للناس. فدي ده الفرق ما بين البروموشن والماركتنج. في واحد كان برضو قال البي تو سي والبي تو بي تقريبا، انا عاوزين قال الحاجه دي او الكوميرشال. البي تو بي زي ما قلنا لك، انت بتكون مستهدف افراد، بتكون مستهدف شركات. يعني مثلا انا الان في مصرف التنميه الصناعيه احنا بنقدم خدمه التمويل. مثلا التمويل ده بنقدمه للافراد، الافراد دي معناها ممكن اي واحد منكم طالما بيستوفي الشروط بتاعت التمويل يجي يقدم للتمويل ويدي تمويل. ده استهداف بي تو سي، وده عنده ما تمويل بس، عنده خدمات برضو تانية بتتقدم له للافراد دي. مثلا فتح الحساب، خدمات التحويل، خدمات اصدار البطاقه، الى السحب، والى والايداع، والى في نفس الوقت عندنا برضه الشركات بنقدم لها التمويل، في تمويل للشركات، شركات بتيجي تطلب تمويل عشان تنتج حاجه معينه، بتطلب تمويل عشان تشتري شغل تجاري، تشتري لها شغل شيء تجاري، تشتري عربيه، تشتري مجموعه من العربات، تشتري مجموعه من منتجات معينه جايه من برا، هي حاجه تجاريه جايه صح؟ في نفس الوقت عندهم خدمات ثانيه، حاجه اسمها الاونلاين بانكينج بتتقدم لهم، حاجه اسمها والى يعني مثلا تحويلات من حساب لحساب برضه بتتقدم لهم، بطاقه اسمها بطاقه الشركات بتتقدم لهم، والى فديل البي تو سي وديل البي تو بي، ديل اللي احنا لما نسوق لهم مختلفين عن ديل. دي شركه، الشركه دي الفرد ده ممكن انت تقنعه عادي باعلان. البي تو سي ده انا ممكن عادي اقنعك باعلان واحد، لكن الشركه دي فيها 700,000 زول، هتقنع منو ولا منو ولا منو؟ لانك انت عشان يجي يشيل منك تمويل، فيها مدير عام وفيها ادارات تنفيذيه صح؟ صح؟ فيها مثلا ممكن يكون مدير انتاج، لو انا عندي تمويل صناعي مثلا، ده كله انا اللي لازم اغنيهم صح؟ عشان كده هنا في الحاله دي طرق بتاعت البروموشن دايما بتكون بي تو سي، بتكون بيرسونال، ما بتكون حاجه عامه. دايما انا بيكون عندي ناس موظفين بتاع التسويق بيمشوا هناك اليوم يقنعون من الحاجه دي هناك. ليه؟ احنا تمويلنا افضل من المنتجات الثانيه، وبردوا على اي زول. دينا الكوميونيكيشن اللي كنا بنتكلم عليها انها مهمه، كوميونيكيشن مهم، نمشي هناك بالكوميونيكيشن بنقنعه ليه احنا افضل من الناس. بيرد اي واحد، يا اخي انتوا بنككم ده لكن ما تعرف في كده، والله بنك انا ما تعرف في كده، انتوا بتقولوا كده لكن تعال شوفوا الحاجه دي جربوها. وهذا دي كل الحاجات. عشان كده هنا انت بتمشي تستخدم بي تو بي بيرسونال، تمشي للشركه دي بناس اشخاص يمشوا ليها عشان يقنعوا ليها فردا فردا هناك انهم في النهايه يقتنعوا بانه يشيلوا تمويل منه. لكن دي انا ما بالضروره انه اودي لها زول بتاع مبيعات او اودي لها، لا لا، اعلان واحد في تلفزيون، تجربه بتاع زول عميل جرب منتجيه، ممكن تجيب لي على المنتجية، ممكن تاثر لي على العميل عادي عشان يجي يشتري. وشكرا، انا كده ان شاء الله
أكون يعني إن شاء الله تكون السيشن غطت لكم مواضيع مهمة جدا، وبتأسف تاني لأنه الزمن مشى وكده كده، بس لأني ما كنت العفو يا دكتور، ما ما كنت قصرت ما والله، كنت كان سيشن كافي ووافي، وإن شاء الله الشباب يكونوا استفادوا بإذن الله. انا بتمنى برضو منكم تعملوا لي سيف وترسلوا لي يوم عشان أي يستفيدوا أكيد، منه إحنا الشباب. أصلا عاملين ريكوردينج، فإن شاء الله حرسل لهم بإذن الله. شباب، أنا حرسل لكم اللينك بتاع التقييم بتاع السيشن في الشات، فممكن برضو عشان تقيم الورشة. شكرا لك كثير يا دكتور مصعب، وجزاك الله خير، وشكرا على المعلومات القيمة دي، وإن شاء الله زي ما بيقولوا الشباب ديل اللي يكونوا استفادوا منها في الكارير باث بتاعهم، إنه يقدروا يعني يتوجهوا لأنه كيف يقدروا يبدوا حياتهم لقدام بإذن الله. الله يديكم العافية، وما عندي أي الله مشكلة يديكم. إن شاء الله في أي حاجة.